بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الكرة المصرية والسم والعسل واللعب على المكشوف. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وحلقة الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 536، فيها عسل في السم ولا سم في العسل؟ ما هو ما بقتش انت عارف تفرق بين الاثنين، لان كل كلمة بتتقال دلوقتي للأسف الشديد كله في سياق واحد. كيف نستهدف الاهلي؟ 80% من اللي بيحدث على الشاشة واللي هيحدث الفترة الجاية انا مش بتكلم على البرامج النوعية او القنوات الفئوية، ده دور طبيعي ان كل قناة هتدافع عن كيانها وتحاول تحرج الكيان، واحنا دي ما بنعملهاش رغم هذا يعني. لكن للأسف الشديد الإعلام المبعثر على القنوات عايز رقابة الفترة الجاية، لأن هقول لك شوية حاجات كده بيني وبينك، كل ما يحصل حاجة تقول لهم المهندس عدلي كان قايل لي. قالها. طيب، عشان كده هي حلقة مهمة فيها خمسة عناوين. فتبينوا حقي وحقك وحقكم علينا، العودة الممكنة والرغبة المميتة، الأهلي وصناعة الأساطير، والمؤمن دايما مجاب. حلقة تأتي في نهاية أسبوع حافل بالأحداث المهمة، يمكن لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي ما حضر اجتماع مجلس إدارة النادي يتم عبر أحدث وسائل التكنولوجيا. اجتماع تاريخي لمجلس إدارة النادي الأهلي في ظل سياسة الدولة للتباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي بالمعنى الحرفي، لمواجهة خطر كورونا حمى الله البلاد والعباد. النادي الأهلي عقد اجتماعه بنظام الفيديو كونفرنس، كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس حضر في قاعة المجلس على كرسيه، إلى يمينه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وبقية الكراسي ليست خالية، ليست شاغرة، ولكن يشغلها كل عضو من السادة أعضاء المجلس، كلهم في مكانه، اللي في البيت واللي في مكتبه. وتم فتح الحوار وجدول الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس يا باشمهندس. هو المهم في هذا الامر هو الرساله اللي بيصدرها. ايوه، ان هيجي يقول لك يعني هي للدرجه دي، حتى لو مش للدرجه دي، وان كانت هي للدرجه دي، ايوه، انا عايز اقول لاعضاء مجلس الاداره عنكم ما تنزلوش، ما تاخدوش مخاطر، وفي نفس الوقت بقول للناس نقدر نعمل اعمالنا من اماكننا. أيوة. التكنولوجيا فدي رساله. أيوة. يا جماعه، ايوه، كل شركه تقدر تدير نفسها بهذا الاسلوب. ايوه، الطلبه يقدروا يذاكروا وياخدوا المناهج بهذا الاسلوب عن بعد، وطالما ان احنا بنمتحن معانا التابلت. أيوة. يبقى ما عندناش مشكله ان حتى نمتحن في بيوتنا. ايوه، يعني هي الفكره ان احنا عايزين مره ناخد باسباب التحديث. فالاهلي دايما هو صاحب المبادره. حلوه. حلوه يعني و و و ورساله مباشره، جلسه تاريخيه، جلسه يذكرها التاريخ. طبعا فعاله. انت بتدور دايما على حلول غيرك ما بيفكرش فيها. ايوه، فانت ابتديت وحلو. واذا كنت بتطالب جمهورك وتطالب كل الناس انها تفضل في بيوتها ونقل من حركه او من فرص التلاقي والتشاحن والاختلاط، فتكون انت البادئ في ان انت تعقد اجتماع مهم ليك، تاخد فيه مجموعه قرارات مهمه على الصعيد الاداري، يتم تمديد العمل بنظام تجميد النشاط الرياضي في النادي وغلق ابواب النادي في مقراته المختلفه لمده اسبوعين اضافيين، يتم اعتماد بعض القرارات الاداريه، يتم ايضا تكليف مدير الكوره ومدير قطاع الناشئين ومدير العام الاكاديميه بوضع كل منهم تصوره لمواجهه المرحله اللي جايه وتداعياتها. إذن تفاصيل كتيره في جلسه امتدت عبر الفيديو كونفرنس بين رئيس النادي والساده اعضاء المجلس كلهم في مكتبه او بيته، ثم اعقبه
إلقاء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أو كلمة وجهها الكابتن محمود الخطيب بمناسبة هذه الظروف، وقى الله البلاد والعباد من شرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده يمكن يوم بالنسبه لنا يوم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي او لمجلس اداره النادي الاهلي، لان اول مره في تاريخ النادي الاهلي يتم اجتماع مجلس اداره بالنظام اللي احنا عملناه النهارده. انا اتواجدت في النادي وكل زمايلي اللي في مكتبه او في بيته اللي كان ما عندوش شغل النهارده يعني، ودرنا الجلسه بهذا الشكل عن طريق الفيديو وعن طريق التحدث مع بعض بكل الامور وكل القرارات اللي اتعرضت عليها النهارده في مجلس الاداره. الحمد لله. يمكن احنا ليه عملنا كده؟ لان احنا ملتزمين جدا باجراءات الوقايه اللي المفروض ان احنا جميعا نلتزم بيها. وعايز الحقيقه ابقى يعني صريح مع حضراتكم اكتر كمان. احنا ادينا يمكن في مجلس الاداره النهارده ادينا اسبوعين، ما ادينا اسبوعين برضو لغلق النادي ولكل الانشطه متوقفه طبقا لتوجيهات الدوله، وفي نفس الوقت احنا كمان بعد اسبوعين نعيد تقييم الموقف ازاي. لكن الفترة دي لازم نكون صراحة جدا مع بعض. الفترة دي فترة قاسية جدا وفترة في منتهى القسوة علينا جميعا وعلى عالم أجمع. لازم نلتزم يا جماعة، ولازم يكون جميع الإجراءات الوقائية لازم إن احنا نتخذها ولازم إن احنا نهتم بيها ونعملها. ده شيء مهم جدا. يمكن كمان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيورينا آية من آياته، إن حاجة بسيطة جدا تقعد الناس كلها في التعاقد، العالم كله في بيته. ده أمر لازم نفكر فيه. يمكن إزاي نستغل الموقف بتاع إن إحنا كلنا قاعدين في بيتنا، نستغل الموقف وخاصة الرجال يعني. الرجال اللي هم بعيد عن بيوتهم والأمة هي اللي بتربي، ما ليتش نستغل الموقف دوت إن إحنا نقرب شوية من بعض، من أسرتنا، من ولادنا، من أحفادنا. نرجع تاني الحوار الأسري اللي موجود. إحنا ما عادش في حوار أسري، ما عادش في ترابط أسري موجود. بالتكنولوجيا اللي احنا يعني النهارده بنعمل، احنا الفيديو بقى اللي احنا عملناه ده النهارده بنعمله واحنا كل واحد في مكان. التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها دي افقدتنا الحوار الاسري اللي احنا يعني حياة تربينا عليه واللي احنا نسيناه. ازاي بقى نستغل هذا الموقف ان احنا نتربط مع بعض وان احنا نكون موجودين ونشوف ولادنا هواياتهم ايه ونشوف احفادنا هواياتهم ايه وعايزين ايه. اعتقد ده شيء مهم جدا ممكن احنا كنا نلمسه النهارده، لان انت خلاص قاعد في البيت. والحقيقه انا برضو باكد تاني على الحوار الاسري ده، احنا انحرمنا من الحوار الاسري ده طول ما التكنولوجيا دي موجوده. خلاص ده كل واحد تتخش البيت النهارده تلاقي كل واحد ماسك تليفونه وقاعد بص فيه، ولادك واحفادك. مش معقول، مش معقول اللي احنا فيه ده. النهارده احنا مجبرين نقعد ونتكلم، ويمكن الاجبار ده من المولى عز وجل عشان الناس تفكر شويه. وعشان الناس تعيد النظر يعني في مش بس في الترابط الأسري، كمان في أنفسنا. كل واحد كده يراجع نفسه يراجع تصرفاته، يراجع الفترة اللي فاتت من حياته إيه اللي حصل والحاجات السلبيات اللي ممكن يعني يبعد عنها والإيجابيات اللي ممكن يحافظ عليها. ومن أهم هذه الإيجابيات طبعا إن إحنا يعني القرب لله سبحانه وتعالى. لا ملجأ إلا إليه، ما حدش ليه طريق تاني. لا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الرجوع لله سبحانه وتعالى. وكمان لو عايزين نتكلم الناس كلها تتكلم عشان إيدينا وعشان نغسل مش عارف إزاي ونعقم الدنيا إزاي، طب ما دي يعني دي نظافة عامة، والنظافة دي من الإيمان، وده شيء طبيعي. إحنا من زمان يقولوا لنا وإحنا لسه أطفال لسه في حضانة النظافة من الإيمان. النهاردة بتترجم عمليا النظافة من الإيمان. فده كل الإجراءات الوقائية دي لازم إن إحنا نحافظ عليها. كمان يعني الصحة، يعني الصحة دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا يعني مسؤول على صحته. بس كمان الناس أولي الأمر اللي هم الأب ولا الأم ولا الجد ولا الجد، يعني الناس الكبار مسؤولين عن صحة أولادهم وأحفادهم، إن هم إزاي يراعوهم. الصحة دي نعمة لازم كلنا نحافظ عليها. جماعة أنا مش عايز أطول تاني، لكن بقول الحقيقة لازم نقدر تماما الفترة العصيبة والفترة القاسية جدا اللي احنا عايشينها. لازم كلنا نساعد بعض، لازم كلنا يعني نحط ايدينا في ايدين بعض عشان باذن الله ربنا ينجينا باذن الله يعني من الوباء اللي احنا فيه ده. وطبعا مش عايز بذكر نفسي وبذكر حضراتكم بالاستغفار وبالقرب لله سبحانه، نستغفر الله كتير عشان ربنا يعني باذن الله يرحمنا جميعا
ويتولانا برحمته. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة واضحة. أنا كنت يعني أنا قلت إن الموضوع ينطوي على رسالة أكتر منه آلية. هي آلية بتوصلنا إن يا جماعة لا الدنيا مش هتعطل، لو التزمنا نقدر نعمل أعمالنا ونقدر ناخد قراراتنا. وأعتقد الكلمة بتاعت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي فسرت اللقطة وفسرت هذا الأسلوب اللي نتمنى إنه يكون أحد الأساليب اللي يعني يتم تطبيقها في مجالات كتير. طيب، هذا الأسبوع زي ما قلت لكم إن كان شاهد هذه اللحظة التاريخية وهذا الاجتماع غير المسبوق تاريخيا لمجلس إدارة النادي الأهلي في التباعد الاجتماعي والفيديو كونفرنس، كمان شاهد حدث كروي مهم جدا. الأهلي وجه الشكر للاعبه الدولي أحمد فتحي وتمنى له التوفيق بعد ما الكابتن أحمد فتحي أخطر جهاز الكرة رسميا بقراره بعدم تجديد عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي. أحمد فتحي خارج قائمة النادي الأهلي بعد انتهاء هذا الموسم. وطبعا القضية من امبارح شهدت كتير جدا من التفاعل، سواء التفاعل الإعلامي في كل البرامج الفضائية، في كل المواقع يا باشمهندس، في السوشيال ميديا، لا صوت يعلو على صوت أحمد فتحي خارج الأهلي. قضية مهمة للعيب مهم بتشغل رأي مش بس الأهلوية، حتى المنافسين بتوعه. وراح كابتن فتحي في الآخر أعلن أنه لا مش بيعتذر، وبيعتز بالفترة اللي أداها، وبيوجه كمان رسالة للجماهير أنه بيقدرهم وبيعتذر لهم. أيا كان، خلينا بقى في هذا السياق، سياق المحترم اللي كلنا نحترم بعض فيه. عشان كده دي فقرة مهمة، حقي وحقك وحقكوا علينا. حقك كلاعب ايه تجاه ناديك، حق النادي ايه، وحقك انت ايه، وحق الجماهير علينا ايه. دي مسألة مهمة جدا، وقضية الحقيقة جاية في توقيت يمكن من المناسب ان احنا نحاول نفتح مع حضراتكم نافذة نقاش فيها قدر من الموضوعية. طبعا سيبكم من ان احنا كبرنامج يطلع بعض الصفحات الغريبه جدا تاخد فيديو من توقيع احمد فتحي للاهلي المره اللي فاتت من سنتين، وانا بقول للمهندس عدلي احمد فتحي طرق باب الكابتن سيد عبد الحفيظ الفجر، ودي كانت روايه الكابتن سيد وقتها، وقال له هات العقد انا همضي علشان مسافر عمره، ويقولوا الحق ده ملك وكتابه، طلعوا قالوا احمد وقع وهو ما وقعش في حدث معلب من سنتين. العمرة مقفولة والطيران مقفول والحرم مغلق وربنا يعديها على خير، بس لعبة أعتقد ناس كتيرة ردد باستهزاء شديد. أنت جايب أي صور؟ لا طبعا. لا، اللي ضحكك أكتر بقى، سيبك من العمرة مقفولة. ممكن يقولك ده حتى مش دريانين إن العمرة مقفول. يعني ممكن يلبسوا عنا. إن إحنا ناس بنألف للدرجة دي، مش هم اللي بيألفوا. ده مين اللي قالها؟ فيثاغورس؟ فيثاغورس. فيثاغورس. طيب، ربنا. طيب، أولا العمرة مقفولة. إزاي هننسب للكابتن أحمد فتحي إن هو راح العمرة مقفولة؟ فبركنا الخبر مش عارفين نفبركه. فقلنا العمرة، لا الأنكت من كده إن هو الصور اللي استند إليها قديمة. والكلام اللي حضرتك ما كنتش بدأ مثلا الا اذا كنت ربيت ده، انا كنت امبارح. ايوه، وده برضه لازم تقول لي انت بتحط ايه. ولا الديكور اللي احنا قاعدين عليه ده كان ديكور بقاله مده وسننا كان اصغر سنتين. فكمان حتى لما يعني، طب لما تيجي بقى تفبرك خليك حرفي. ما تقعش في الحاجات اللي تبين ان انت كده يعني. وعلشان كده بقول لك السم والعسل، هتلاقي من الحاجات دي كتير. طيب، لو عايزين نتكلم، لان هي دي قضيه مهمه الحقيقه لجمهورنا، بما يحفظ قيمه النجوم وبما يحفظ كل الحقوق، احمد فتحي اعلن رغبته في عدم الاستمرار مع الاهلي، وقال في بوست له عبر عن مشاعره كتير تجاه الاهلي وتجاه الجمهور واسباب قراره اللي محدش يقدر
يصادر عليه فيها، لكن بالتأكيد أن في نقط كبيرة جدا وكتيرة محتاجة توضح في هذا الملف، حفاظا على الصورة العامة، حفاظا على حقوق لاعبتنا الكبار منهم بالذات، وحفاظا على علاقتهم مع الجماهير وعلاقة الجماهير مع النادي، والنظر مجددا للأداء الإعلامي تجاه مثل هذه القرارات المهمة أو الأحداث الكروية المهمة اللي بيرتبط بيها النادي الأهلي. اللعيبة القدام جيل أحمد فتحي واللي أكبر منه واللي أصغر منه عبروا عن رأيهم بمجرد ما أحمد فتحي قال قراره، وبمجرد ما النادي الأهلي لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي وجهت له التمنيات بالتوفيق. الأداء إلى هذا الحد كان في بعض الناس اتفقت، في بعض الناس اختلفت، في تفاصيل كتيرة عن طبيعة المفاوضات حصلت، كله هنناقشه من منظور حقي وحقك وحقكم علينا. هقول لكم لما الأهلي تمنى التوفيق لأحمد فتحي، حسن عبد ربه زميل أحمد فتحي لفترات طويلة جدا في المنتخب وفي الإسماعيلي، قال أحمد فتحي أخطأ في قرار رحيله عن الأهلي من أجل بيراميدز. ده حسن عبد ربه. كابتن شادي محمد كابتن الأهلي في فترة وجود أحمد فتحي قال لليوم السابع أيضا الإدارة ما غلطتش وكان نفسي يعتزل في الأهلي. بس كمان في اليوم السابع كابتن سيد عبد الرازق بازوكا، وبازوكا ده نوع من الصواريخ، وجه صاروخه قال الاحتراف ما يعرفش الأمان، يعرف الفلوس. والكابتن أحمد بلال نقل عنه اليوم السابع الأهلي ما بيقفش على حد وكان نفسي يعتزل في الأهلي. عصام الحضري قال لأحمد فتحي عبر اليوم السابع كنت أتمنى عدم تكرار نفس خطأي بالرحيل عن الأهلي. طيب الواضح ليكوا جدا، الواضح ليه، بس عايز أعلق على تعليق الكابتن عصام الحضري الذي حقق كل ما يتمناه لاعب كرة الأفضل على مدى سنوات طويلة وأكثر من بطولة أفريقية سواء مع النادي أو مع المنتخب، صاحب تجربة احترافية مهمة سواء يعني وافقنا عليها ما وافقناش عليها أو هو نفسه استفاد منها ولا لا، لكن أثارت جدلا. صاحب الرقم القياسي في اللعب في كأس العالم في السن. هو إذن لعيب حقق، اللي أنا بقول كده ليه، حقق من الأحلام الكروية لنفسه اللي يصعب على لعيبة، اللي يخليه مش محتاج يقول الكلمة دي، إنما تشعر إن هي دي اللي كانت ناقصاه. يعني كل اللي قاله ده يا ريتني ما سبت الأهلي كنت حققت كل ده مع النادي الأهلي كان بقى حياتي كده اكتملت. الرسالة وصلاني كده، يعني بيقول ما تكررش خطأي، بقى خطأك اللي انت عملته بعد كده، انت استمرت 10 سنين او 11 سنة بعد ما سبت الأهلي وحققت حاجات مهمة، لكن ما زال كان يتمنى ان يأتي اعتزاله في النادي الأهلي. ده ما بيحسش بيه الا الشخص اللي فات في هذه التجربة. كابتن احمد فتحي انا قلت لك، وحتى لما جينا نوجه، فاكر انت لما جينا نتناقش وجهنا اول رساله كانت لنادر شوقي، انا قلت اتمنى الكابتن احمد يبطل وده لكن نادر ما يطولش الموضوع، ما تطولش اكتر من كده، خوفا من ايه، كل اللعبكه اللي كانت في العشرين يوم اللي فاتوا دول مكلمش لازم، كان ممكن القرار ده ساعتها يتاخد صحيح وسهل جدا، وكان يبقى محدش هنا ما نفس الشيء طالما انك وصل له وصل له. طيب لكن نادر شوقي بقى، معلش انا لازم اقولها، اتفضل، ولا انت عندك حاجه تعرضها في موضوع كابتن نادر شوقي؟ لا، كابتن نادر شوقي طلع امبارح قال ان هو فضل العلاقه التعاقديه ومش بيمثل الكابتن احمد فتحي، وكان محترف جدا في كلامه هو مع الكابتن شوبير، انا مش مزعلني انه راح بيراميد، انا مش مزعلني ان خد القرار ده، قال ايه اللي مزعلك يا نادر؟ قال له انه ما قاليش. الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن كابتن نادر طلع لما أنا اتكلمت خبطني كلمتين في السكة كده، وقال لك أصل الكابتن عادل ما يعرفش تفاصيل
الملف ده. الملف ده ويبدو ان هو نفسه ما كانش يعرفه. مش يبدو، بس هو اتضح. هو بس انا عايز اكمل الحته دي. الا اذا كنت عايز تعلق وكمل. لا 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 اتفضل انا هكمل. كابتن نادر طلع قال ده احنا يا ابني اللي بنقلب الترابيزه. فانت جيت قلبت الترابيزه عليا وعلى الاتفاق. ده احنا اللي متعودين نعمل كده. اللي بيقلب الترابيزه اللاعب. على النادي، انت قلبتها المره دي عليا. بص من الاخر كده، الليله دي بالذات ابعد بقى عن الكابتن احمد فتحي وقراره. خلاف وكلاء. خلاف وكلاء طبعا. الوكيل هنا الكابتن نادر شاوي، والوكيل الاخر اللي ممكن يكون قاد احمد فتحي البيراميدز. طيب هو قال لك انا احمد فتحي بتواصل بشكل مباشر من خلال مين؟ ممدوح عيدي اللي له صفتين. هو كان وكيله السابق اللي احمد اللي نادر شاوي خده منه من حوالي سنه، فاسترده منه. مش استرده، وبعدين هو صاحب منصب تنفيذي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. ماليش دعوه علاقته ببيراميدز، يمكن هو متفق على كده. انا راجل وكيل لعيبه ودي شغلتي. فقال له طب يعني مؤكد، اتقال له كده، طب اللعيب اللي هتجيبه هيبقى لك فيه نصيب. هو عشان كده بيروح يجيب لعيبه كبيره محترفه تعمل دوي. كابتن اكرامي، كابتن شريف اكرامي، كابتن شريف اكرامي، دلوقتي الكابتن احمد فتحي، مش عارفين هو ايه اللي في دماغه قبل كده. لكن الكابتن نادر انه لما اكتر من مره يطلع يقول لك اصل انتوا ما عندكوش تفاصيل، ماشي، اصل ما يصحش يتقال كده، ماشي، هنستنى. مع ان انا ما قلتش اكتر من كده، ما تطولوش، ما تستهلكوناش، علشان خلي الموضوع كلمه نص. انا بشيل هم الفترات اللي يبقى فيها غموض ويدي فرصه للكلام. ده اللي حصل. كابتن احمد في قرار واضح، لان هو لو قراره مش واضح انه يمشي من الاول كان قال للكابتن للاستاذ نادر شوقي. لكن هو نادر ما يعرفش حاجه. وقال لك ان اتصالاته ببيراميد مباشره. هي مباشره من خلال ممدوح عيد طبعا. قصه ممدوح عيد دي نبقى نتكلم فيها، لانه هو لما كنت انا وحضرتك بنعمل ملك وكتابه من بطوله العالم الانديه اللي في المغرب، في المغرب كان هو نازل في الاوضه اللي جنب الكابتن احمد فتحي. ولو تذكر ان الكابتن احمد فتحي رجع وقتها، انا عايز ارجع هال سيتي وعايز احترف بره. فهو ده دوره بشكل مباشر. هتيجي تقول لي ده شغله كويس قوي، شغله كويس جدا جدا، بس يكون في مكتبه في اطار عمله وبالوضوح والشفافيه الكامله، لان دي بتدخل اطراف كتيره جدا في مشاكل هي في غنى عنها. حتى اللعيب اللي انت بتمثله بيتحمل من رذاذ هذه المشاكل. يعني النهارده في تداعيات نتيجه، طب ما قلتش ليه من الاول؟ ايه المشكله انك كنت تقول من الاول؟ وده اللي احنا قلناه، بتخلي الدنيا بسيطه. واضحه. صحيح. كابتن شريف اكرامي تقريبا ما حدش زعلان منه. السكه كانت واضحه، انا مش مع النادي الاهلي الفتره الجايه، مش عشان ده انا بموت في النادي الاهلي وانا وكنت اتمنى، بس عايز العب واقدر العب. وعنده عرض مناسب. لما قعد مع اللجنه ما خدش خمس دقائق. فهموه، قدروه، شكروه. خلافي الوحيد مع الكابتن اكرامي ان ما كانش يعني كان لازم يبقى في صيغه ثانيه ما تتقالش الاول على السوشيال ميديا. كانت ممكن تعمل لها اخراج اقوى من كده وبشكل احلى من كده، ان يقعد مع اداره النادي، انا مش معاكم الفتره الجايه، ويطلعوا الاثنين يعلنوا في مؤتمر صحفي. كل هذا الكلام كله كان يبقى كبير، علشان برضو الاعلان في السوشيال ميديا بدري شويه بيعمل دوشه. كابتن نادر قال جمله تانية عايز اتوقف قدامها عشان نوفي هذا الكلام. يعني لما الكابتن حسام عاشور اتعرض عليه طلعوا يقولوا لنا القرار صح بس الطريقه. كابتن نادر قال موقف الاهلي سليم 100%، قضى اربع خمس مرونات معانا، لكن التوقيت
أنا كنت يعني أتمنى فتح الموضوع ده بدري. تكتشف أن الموضوع ده اتفتح بعد نهاية فترة قيد يناير مباشرة في فبراير. إمتى؟ مبكر إمتى؟ هتفتحه في فترة انتقالات، لأن لو كان فيه نية لحاجة في فترة انتقالات كانت النادي الأهلي ناقشها. يعني لو جاي له عرض في فترة انتقالات تقوم يتقال لك أصل الكابتن أحمد فتحي كان جاي له في أول السنة فقالوا له يعني احنا محتاجينك دلوقتي ما نقدرش نسيبك دلوقتي، لكن الموضوع لو اتفتح في يناير يبقى ممكن نناقش. يوم ما يتفتحش في يناير فبتفتحه انت في فبراير، فين اللي متأخر؟ وانت تشعر بالخبرة ان طالما الموضوع ده اتفتح احنا في اخر سنة واتفتح اول السنة يبقى مش هيتفتح في يناير، لان خلاص هو من حقه يمضي ويوقع في شهر يناير لأي حد وببلاش. وهذا مكان هتقول لي لعيبة كتير جدا اللي جات من الإسماعيلي كان ملفاتها بتتفتح في يناير قبل نهاية عقدهم ب6 أشهر، لأن كان في حرص من طرفين مهمين جدا على أن النادي الإسماعيلي ياخد حقه، اللاعب والنادي الأهلي. ياما تقال لنا طب ما تستنى وتاخده ببلاش والفرق ده يزيد بيه العقد ده، ما كناش بنقبل هذا. ليه؟ عارفين ان في مشاعر لجماهير كده كده هي متضايقه ان اللعيب خارج وفي حق، فعلى الاقل ما هو انت على الحق، انت ما بتعملش حاجه في الحقوق. يعني تعالوا سنه 6 اشهر ما انت ما بتعتديش على الحق. لكن انت ليك حسبه بتقول ايه؟ كفايه ان الجمهور هيطلع متضايق، على الاقل الاسماعيلي لما يستفيد يقدر من دلوقتي من باب الموائمه يعني يقدر من دلوقتي يجيب لعيب يعوض بيه وتبقى الفلوس معاه تحل له مشاكل. يبقى انت بس ايه؟ وقفت مع النادي مش ضده. ايوه، عشان كده الناس لازم تبص لهذا الموقف ما تتجرش بيه. بالعكس الاهلي كان حريص في كل مره انه لا يستناش لنهايه العقد قبليها بشويه ويتفاوض. ادي كواليس كل المواضيع. فالكابتن نادر دلوقتي طبعا من حقه يتضايق، لانه هو الترابيزه اتقلبت عليه اكتر ما تتقلب على الاهلي، والاهلي كان يستشعر ان دي احد النتائج. لما بيقول لك سيبنا فكر يبقى هيجي يقول انا موافق يا انا مش موافق، فانت متحسب للموافق ومتحسب لانه مش موافق. لكن الوحيد اللي ما تحسبش ان انا اللعيب بتاعي يقول لي روح جيب لي كذا فجيب لك كذا، فانا متاكد انك جاي تمضي، فتقوم تيجي تقول لا عشان انا طلب جديد. يعني الموضوع ده هنخرج منه كلنا بشوية مفاهيم احترافية للأسف لازم تكون موجودة عندنا، ان اولا اللاعب من حقه في نهاية عقده انه يفكر في مستقبله ويفكر في اتجاهاته. بنتمنى ان يبقى فيه نوع من العلاقة الطيبة واللي بينه وبين النادي وجماهيره، واللي تخلي ان كل طرف يقرب من تاني خطوة. يعني ايه يقرب من تاني خطوة؟ يعني انا اضحي بشوية كنادي واللاعب يضحي بشوية مقابل انه بيكسب مستقبل ومكانة عند الجماهير. نتمنى الكابتن احمد فتحي ما حدش يعني يغضب عليه، ومش عايزين تعليقات سلبية في هذا الموضوع، وخلصنا على كده. ربنا يوفقه في الاتجاه اللي هو رايح له، وباذن الله النادي الاهلي ما هو لا هو يعني انا بقرا بعض اللعيبه يقول لك الاهلي ما يقفش على حد. اصل دي بديهيه. البديهيه ان اللعيبه موجوده والبدائل موجوده والعجله بتدور، لان ما وقفتش عند المع نجوم العالم. صحيح. لما بيسيبوا نواديهم صحيح يحصل كبوات وتقوم، وقد لا يحدث كبوات، وبإذن الله مش هتحصل في النادي الاهلي. فنتمنى كلنا ناخد امور بهدوء، وديني حللت الامور كما قراتها. طيب بعض وجهات النظر الانطباعيه في الاحداث برضو ما يخص الاهلي في الملف نفسه، في علاقه كابتن احمد فتحي مع وكيله كابتن نادر شاوي. وهنا الكلام لنادر شاوي لانه كان هو اللي بيدير المفاوضات مع احمد فتحي في لجنة التخطيط جلسة الاثنين اللي فات. هنا عايزين مهندس عدلي يتكلم بوضوح في الجزئية ديت، لكن في بعض الخطوط تحت بعض النقاط المهمة. الأهلي اتأخر زي ما المهندس عدلي قال، الموضوع اتفتح في يناير. وأنا حتى الكابتن، وهنا الكلام لنادر شاوي لأنه الوكيل، قال في يناير
فبراير في يناير في يناير ألف في يناير قال في يناير كابتن سيد عبد الحفيظ بلغ الكابتن احمد فتحي انت معانا السنه الجايه. امال ايه بقى؟ قال له كده شفاهه، ده كلام الكابتن نادر شوقي، وانا عارف ان ده حصل. الناس بتتكلم، طب واذا كان اصلا كانت النيه من يناير ان انت تجدد له، السؤال الثاني اتاخرته ليه؟ هنا بقى من واقع الواقع العملي نفسه، لما اي فريق، لانه هنا بيستدعيني موقف حسام وابراهيم حسن، وليه ساعتها الاهلي ارجى المساله وسالت الكابتن ثابت عليه رحمه الله، ما دام في حاجه زي كده ما تخلص بدري، كان رايه او رده تقريبا بيجاوب على الجزئيه بتاعت احمد فتحي دلوقتي. قال لي هو كل واحد بيتكلم على لاعب واحد، محدش فاهم انه في اكتر من حاله في الفرقه تحتاج حسم، في ناس هتمشي حسب قرار المدير الفني، وفي ناس عايزه تمشي هنقول لها اقعدي، وفي ناس هيتجدد لها سنه، وفي ناس ممكن سنتين، يعني في ثلاث اربع مواقف مختلفين. فنيا ولصالح استقرار الفريق مفيش حد بيفتح بطن فرقه مع بدايه الموسم. انت في يناير لو اتكلم الاهلي مع احمد فتحي في يناير وحب يمضيه او حب يدير المفاوضات اللي حاصله دلوقتي في يناير، ايه اللي هيحصل؟ حسام عاشور واللعيب كله بيقول له بعضه، وانت مفترض هتشتغل بمسطره واحده بين كل الناس، بتحسم امر احمد فتحي، طب هتوجه الشكر للكابتن حسام عاشور بدري قوي لو المدرب عايز وكان حسم قراره، طب ما يجوز المدرب من الناحيه الفنيه لسه ما حسبش امره ويغير رايه، وممكن يغير رايه، وممكن الاحتياج الفني يدفعه انه محتاج اللاعب. شريف اكرام الراجل عايز يمشي، هتوجه له الشكر من يناير، من وانت لسه بعد شهر من بدايه الموسم، طب حصل احتياج فني او حصل راي للمدرب، انت بتحجر وتصادر راي المدرب في استخدام لاعبين. في الفتره دي انت بتبقى عندك التزامات مهمه جدا، مش هتاخد اللعيب من تركيزه تقعد تناقشه في تجديد. عندك مثلا واحد زي وليد سليمان نفس الحكايه، ازاي انت اصلا في بدايه الموسم هتحسم مواقف لنهايه الموسم؟ هنا بيتم الامر في نطاق محدد جدا ومغلق. يا احمد انت معانا خلاص. هو المفترض برضه كان رد نادر شوقي، بس هو ما ادالوش راي كتابي يطمنه، وانا المفترض بتعامل مع النادي الاهلي، انا مش جايب لعيب بره النادي الاهلي، ده كل اللعيبه ما شاء الله كلامهم على ثقتهم في التعامل مع الاهلي وحقوقهم، ما اعتقدش حد يقدر يزايد مع الاهلي في الجزئيه دي. يبقى جزئيه ليه دلوقتي وليه اتاخرتوا دي مردود عليها عمليا بالشكل اللي انا بقوله لحضراتكم. كمان النقطه المهمه جدا اللي بتاكد تقدير الاهلي للاعبين، لاعبي الكبار وحرصوا عليهم، كابتن نادر شوقي قال لك كنا قريبين جدا من التلاقي، بل انا قبل الاجتماع بتاع يوم الاثنين انا واحمد فتحي اتفقنا على رقم احنا عايزينه، وقلت له لو وصلنا للرقم نبقى خلاص نتكلم في التفاصيل وتخلص المساله، قال له ماشي. فبيقول ان احنا لما الجلسه امتدت لاربع ساعات ونص الاهلي لبى لاحمد احمد فتحي اللي طلبه وتم الاستقرار على الرقم وبدات البحث في التفاصيل، ففوجئت انه احمد بيرجع لنقطه صفر ويبدا يتكلم على عروض اخرى جايه له. دي الجزئيه اللي انت بتقولها، قال لك انا ما كنتش اعرف معروض عليه كام، فبدا في الجلسه يتكلم في نقاط بعيده جدا. هو نفسه نادر شوقي قال لك الاهلي ما قصرش، بس كان مستحيل قوي الارقام اللي بتطرح حد يقدر يقرب منها تاني، والا نبقى بنتكلم في سياق غير احترافي وغير حتى اللي احمد فتحي كان جاي بيه. ومن هنا كانت المساله واضحه انه احمد واخد قراره، عازم على تنفيذ رغبته، والمساله كلها استطاله في استطاله. هل كان، بس هو ليه في استطاله؟ طالما انك واخد موقف خلاص خلص. طيب هل كان الافضل الحسم وقتها؟ ده جزئيه ثانيه، لانه الناس انتقدت فتح العمليه ل 48 ساعه اخرى. في وجهتين نظر، في وجهه نظر احسم في اللحظه ما دام اصلا حصلت جلسه واثنين او تحديد جلسه واثنين وما يجيش اللاعب خلاص احسم في اللحظه. هنا كان في تقدير
إنساني للاعب كبير. أنت طلبت مهلة للتفكير. وجهة النظر احسن في لحظتها وشكرا. مش كده؟ وجهة نظر أخرى، طيب هو من حقه الإنساني إنه يفكر. ما تصدرش ما دام أنت الهدف تقدير اللعيبة الكبيرة. ما احنا مش عايزين بقى إن خلاص اعتبر الموضوع خلص لحد كده، لأن ابتدينا نحلل ونبتدي نفكر ممكن حد ياخدنا في سكك تاني. فسيبك احترام الأهلي للاعيبته الأسبوع اللي فات في فترة حسام عاشور كان كل الانتقادات الأهلي بياكل لاعيبته، الأهلي بيرمي ولاده، الأهلي ما بيتعامل بغلظة شديدة جدا، الأهلي ما بيرحمش، الأهلي مطحنة، وكل المرادفات أعتقد حضراتكم فاكرينها لسه من 3-4 أيام. في هذه الأزمة الشيخ طه إسماعيل له رأي يرد على كل ده. سؤال له علاقة بكيفية تعامل النادي الأهلي مع ملف التجديد لأحمد فتحي. واسمح لي، هناك وجهة نظر، وجهة نظر بتقول إن النادي الأهلي تأخر كثيرا في مسألة التجديد لأحمد فتحي، لأنه النادي الأهلي، فعشان هو النادي الأهلي كان المفروض يقعد مع أحمد فتحي من بدري، يقول له معايا ولا مش معايا، لو انت مش معايا خلاص لازم اجيب باك رايت تاني يشيل الشيلة دي، لان انا النادي الاهلي لازم يبقى عندي بديل واثنين وثلاثة. دي بطبيعة الحال مردود عليها وجهة النظر دي، بيقول لك لا، ما هو النادي الاهلي ما تنساش في الفترة دي كان بيغير مدربين وكان بيجيب فايلر، فيخفي يقعد مع اللعيب ويجي المدرب يقول له لا متشكرين. وجهة نظر تانية بتقول لك لا، زيه زي بقية اللعيبة اللي قعدت معاها، مواليد سليمان جدد، وزي مواليد سليمان جدد هو كمان كان هيجدد. وجهة نظر حضرتك ايه؟ شوف هقول لحضرتك الحاجة، برضو يؤخذ على النادي الأهلي في بعض الأحيان أنه بيثق في اللعيب زيادة عن اللزوم أو بيحترمه أزد مما يستحق، فعشان كده بيبقى مطمئن أن اللعيب ده أنا ضامن أنه هيقعد معايا، فحتى بيتأخر عملية التجديد على اعتبار أنه شيء طبيعي وروتيني أنه هو يجدد معايا. فده بيبقى نوع مش طبيعي انه الاهلي هيحترم اي لعيب، مش طبيعي اي لعيب موجود الاهلي هيحترمه، احترمه بس بالقدر المحدد. القدر المحدد اللي خليني اولا لو لازم اشوف تاريخ هذا اللاعب معايا. تاريخه كان يجب يقول ان انا احاول من بدري، تاريخه بيقول انه يقعد اي لاعب، يقعد مع اي لاعب. انا بتكلمش على، انا بتكلم على اي لاعب، لازم اعرف تاريخي معاه. وانا مش عايز اسرد حقائق حصلت مع لعيب معين، لا مع لعيب معينين. انما دي تخليني ان انا اقدر اقترب من هذا التجديد بدري بسنة، او ان انا ضامن ان اللعيب ده هيبقى عندي بقى في اي وقت، عملت وقت في اي وقت اقدر اجدد معاه. هو بس انا فكرة ان قبليها بسنة، هو قبليها بسنة مجدد سنتين. طب ما انا لو عايز ان انا كنت عملتهم 3 سنين. لكن هو طالما مجدد سنتين يعني ليه وجهه نظر ان استنى اشوف. اي يعني هي اساس السنتين ليه؟ انت في تاني سنه لو انت شايف ان هي كانت لازم عايزه كمان سنه كنت قلت 3 سنين. اي بص هي ليها ظروفها، لكن مؤكد انا مع الشيخ طه ان لازم تبقى مستشعر بتجاربك من اللعيب هو ممكن توصل معاه لايه. يعني مساله احترامنا للعيبه ده واجب، ده واجب النادي الاهلي. حتى لو يعني يبقى حتى لو الناس شافت ان الاهلي بيتعامل غلط وبيتعامل بقسوه. لا مش غلط، وبقول لك زياده على اللزوم. لا هي في ناس ما تقدرش ما تعملهاش كده. هو في ناس رصيدها يسمح بهذا. يسمح بهذا، والخبراتها مع الفريق تشفع لده. يا اخي انت اعمل اللي عليك. حتى لو اللي قدامك ما يقدرش ده. طب بس انا فكرني كلام الشيخ طه الحقيقه في جزئيه انك انت المفترض عندك الهيستوري بتاع كل لاعب، عندك الخلفيه وعندك التاريخ بتاع كل لاعب، بمعنى انه مرات التجديد ومرات العلاقات السابقه لعلاقه كل لاعب مع النادي بتديك مؤشر ما يخليك تتوقع ده هيمضي ولا مش هيمضي، الوكيل ده متعاون ولا مماطل، بيراوغ ولا دغري. ده بيفكرنا ان في نهايه الحلقه اللي فاتت تقريبا واحنا بنختم كان جالنا الخبر بتاع كابتن احمد فتحي واجتماعه مع لجنه التخطيط وطلب مهله 48 ساعه، واحنا قايمين حسيت ان انت مش مطمن قوي لحكايه المهله دي. طب انا قلت لك ايه ساعتها؟ قلت لي مش هيمضي. ليه؟ وكويس ما كناش على الهوا. لا ما كنتش هقول على الهوا. ايوه لا انا بقولك تحليلي.
مش امنيتي. لان انا امنيتك انت قلت انا اتمنى، انا عاداتي السابقه مع كابتن احمد بقدرتي بشخصيته مش من النوع اللي بيحتاج هو ياخد وقت طويل في التفاوض، بس ما ياخدش وقت طويل في التفكير. يعني هو بيبقى مثلا فلما تحط الكلام ده مع اللي قاله الكابتن نادر ان هو كان طالب مني طلبات جبتها له، يبقى ساعتها ما كانش محتاج يقول ان انا محتاج افكر الا اذا كان الطلبات دي توافق عليها كان هو خد قرار تاني ونفذه. فانا شعوري ساعتها قلت لك لا، انا شعوري هو ما كانش محتاج 48 ساعه هيفكر في ايه، لان هو نادر بيقول انا جبت له الطلبات اللي كنا اتفقنا عليها، كونه بقى طلب طلبات تانية عشان يفتح سكه مجال جديد مش التراجع، لتبرير ان هو مش قادر يعني يمضي، وهذا حقه وانا ماسك القلم اهو بمضي. طب عليا عرض لا يمكن رفضه. بس وانا بقى بقول لك ايه، شكرا بقى حقيقه، انا محرج حتى اطلب منك الكلام ده لان عارف ان ده زياده على اللي انت تقدر تعمله لي. بس انا الحقيقه مطلوب مني معروض عليا كذا، وان ما قدرتش تدوني دلوقتي من فضلك بلغني عشان انا اقدر اروح انفذ في حته تاني. هي بقى دي كانت بقت 10 على 10. انما افكر لا، ما هتفكر في ايه؟ ما انت لو انت عايز، لو انت مثلا معروض عليك 16 مليون وانت وصلت ل 11 او 12، انت هتفكر انك تسيب 4؟ طب انت مش ناوي تسيب 4 خلاص، هتفكر في ايه؟ فاقول لهم يا جماعه لا والله انا جاي لي كذا، هل هتقدروا تجيبوا لي ده؟ هيقولوا لك لا ما نقدرش. يبقى وصلنا القرار واحنا قاعدين والدنيا كلها ارتاحت. اذا حقك كلاعب في انك انت، وده دي جزئيه المفاهيم الاحترافيه اللي عايزين نوصلها، اللي ما تزعلش حد بقى، اللي عايزين نوصل لها من سياق الاحداث دي. احنا مش بنناقش، ما هو احمد فتحي خارج قائمه الاهلي تمنى له التوفيق، انتهت العلاقه، لكن ايه اللي نقدر نخرج بيه من مفاهيم احترافيه تضبط علاقات الناس مع بعضيها في الفتره الجايه وانطباعات الجماهير؟ عايز اكمل جمله بتاعتك، انتهت العلاقه ولم ينتهي الاحترام. أيوة. ولا ينبغي ان ينتهي الاحترام لا من جانب اي حد له علاقه بالنادي الاهلي ولا من جانب الكابتن احمد فتحي، وهو معاك لنهايه الموسم. ما هي دي خلاص بقى، احنا بنتكلم على شهر 2 مش عارفين في موسم ولا لا، مش هي دي الحسبه. الحسبه دلوقتي، وهو لو رجع هل من سياسات المدرب هيحاول يجهز البديل من دلوقتي ولا هيستنى؟ دي رؤيه يعني فنيه بقى. يعني في نقطه تانية قال لك ان الكابتن احمد فتحي عايز يلعب بصفه اساسيه، ما اظنش الكابتن احمد فتحي هيطلب هذا الطلب خالص، ده راجل محترف وعلى وشك ان يصبح مسؤول، وقطعا هيكمل في الكوره، مش هيبعد عنها، مش هيسمح لحد انه يطلب منه هذا الطلب، انه يشترط انه يلعب اساسي، وما فيش حد يقدر يضمنها. طبعا لا، هو ممكن يطلب استثناء من شرط الممارسه. حتى انا مندهش جدا من فكره النجوم الكبار دول ونسبه المشاركه، ده انت نجم كبير عشان بتشارك. انت عارف نسبه المشاركه بتتحسب ازاي؟ اللي بيشترك في 75% من الماتشات يبقى يتحسب له 100%. 75%. طب ال 75% دول لازم تلعبهم كلهم؟ ابدا. بمجرد ما رجلك تلمس الملعب ولو لدقيقه بتتحسب لك مشاركه. يعني انت مش مطالب حتى 75% بكامل الدقائق، لا، ده انت ممكن تتغير في الدقيقه 89 تتحسب لك مشاركه. فمساله ان النجم الكبير يبقى قلقان على المشاركه دي مش وارده، ولذلك الاهلي بالنسبه للنجوم الكبار يعني ممكن دي تبقى مرونه بالنسبه لهم، لانه كده عارف انه بيجدد له عشان يلعبه، مش هياخد لعيب ما لعبوش. طلع حد يقول لك من حق اي واحد يقعد قدام النادي الاهلي ويتفاوض وهو حاطط رجل على رجل. طبعا. طب ليه رجل على رجل؟ يعني علامه على الغطرسه يعني؟ الغطرسه لا، على اطمئنان. لا، على اطمئنان. على الاطمئنان اكيد. على الاطمئنان. كابتن احمد سامي المدرب الواعي جدا وصاحب الاراء التحليليه الحقيقه الصريحه والحاسمه، كان في ضيافه الزميل محمد فاروق، قال رايه في هذه الجزئيه. خليني اسالك يا كابتن احمد،
وما يحدث الان في جزئيه احمد فتحي، لان هو الحدث اللي موجود في الرياضه او في كره القدم في التوقيت الحالي في ظل الظروف اللي احنا فيها. رايك في الجزئيه دي يا كابتن احمد فتحي؟ بالنسبه لاحمد فتحي، انت خلي بالك ما حدش بيخطط لمستقبل حد. النادي الاهلي عايز احمد فتحي في الوقت الحالي، نظير ان هو استغنى عن حسام عاشور، عايز كابتن للفرقه، يعني عايز برضو، يعني برضو احمد فتحي تاريخه كبير. واحمد فتحي مش ابن من ابناء النادي بس، ادى للمنتخب مصر والنادي الاهلي كتير، فهو بيعرض عليه احمد فتحي لو مش هي، ودي مرحله تفاوض. نادي الاهلي عرض عليه مبلغ، هو رفض، عايز اكتر، بترجع الامور كلها لمفاوضات طالما النادي عايزك. لكن حته ان انا اصور ان انا يعني زي ما كابتن جمال كده مع احترامي ليه ان هو يحط على رجل على رجل، لا، ما حدش بيحط رجل على رجل قدام نادي الاهلي. انت معايا يا كابتن فاروق؟ انا سامعك طبعا، اتفضل يا كابتن. ما حدش بيحط رجل على رجل قدام، وانا برفض الموضوع ده تماما. يعني كيان الاهلي كبير جدا، ما بيوقفش على لعيبه، لعيبه كبير جدا بطلت، ونادي الاهلي مستمر. يعني ما اعرفش اقصد الكابتن جمال مين، لكن كل الناس عارفه ضروري. ومساله رجل على رجل، يعني ما احنا لازم بقى نقوم نعملها بطريقه بايخه، يعني ونتناول بالطريقه المحرجه. كابتن احمد سامي ما حدش يحط، لا ممكن لو انت راجل اسف، يعني ما حدش يحط رجل على رجل قدام ابوه الا اذا كان ولد قليل الادب، مش يعني اللي ما ترباش هو اللي بيحط رجل على رجل قدام الكبار باستهزاء. مش دي لا تنقص من الراجل الكبير ابدا، يعني اذا كان في حد فاهم. ده مش الكلام عن احمد فتحي يعني، لا لا كابتن، والراجل عمره ما عمل كده. يعني وبيحترم الاهلي، وكفايه الكلام اللي كتبه امبارح بيقول هذا الكلام. صحيح، عشان ما نزيدش بقى. انما انا بتكلم للي قال هذه الكلمه. واذا كان اللي في بالي، انت اول واحد عارف انك انت ما لا كنت حاطط رجل على رجل ولا، يعني المسألة مسألة مش محتاجة حد يحط رجل على، ولا الأهلي يحط رجل على رجل قدام حد. في حاجة اسمها الاحترام. احترام. لازم نعلم الوسط الكلام، نحترم بعض ازاي. مفيش حاجة اسمها رجل على، يعني ليه الاستخفاف؟ ليه نستخف ببعض؟ ما يصحش ان احنا دي مفاهيم نغرزها. وطبعا في تاريخ النادي الأهلي ما وقفش على ان هو لاعب يتصرف غلط يقوم يرضخ علشان انه محتاج له، لا. طيب تاني وتالت وعاشر عشان نقفلها حته الكابتن احمد فتحي ونتكلم في العموم. كابتن احمد فتحي خرج معبرا عن احترامه النادي الاهلي، والاهلي احترمه بدليل انه قدم له افضل العرض في اخر سد لاخر وقت كان متمسك بيه، وقدم مجموعه من المبادرات اللي مش تنازلات، اللي فيها تغيير عن منهجيه الاتفاق علشان يحتفظ بيه. هو شايف صاحب رؤية، أو يمكن يكون خد قرار واتفق وخلاص مش قادر يرجع فيه، دي حاجة تخصه هو. نتمنى له التوفيق واستمرار الاحترام تاني وتالت ورابع. طيب النادي الأهلي كتوجه ثابت جدا ومستقر، هو ليه تمسك بالكابتن أحمد فتحي وقدم له أعلى حاجة ممكن يقدمها؟ لانه المدرب عايز وجود احمد فتحي. ولما ريني فايلر قال حتى مع الكابتن شوبير، قال انا سعيد ان انا عندي في الناحيه دي اثنين احسن من بعض، وسعيد ان الاثنين موجودين. اذا الراي الفني ورغبه المدرب هي اللي خلت الاهلي يقدم افضل العروض. لكن ريني فايلر وقتها قال لسه الاسبوع اللي فات، يعني قبل حسم المساله بيومين، قال لكن في النهايه انا لا اتدخل لا في المفاوضات ولا في العقود ولا في قيم اللاعبين، دي مسألة تخص الإدارة. إنما وجود لاعب زي وليد سليمان خلى النادي الأهلي عنده توجه واضح جدا في ملف أحمد فتحي، ما حدش هيزيد عن وليد سليمان. وليد سليمان أبدى نوع من الالتزام والانتماء والإخلاص الشديد، تمسك بالنادي الأهلي جدا، الأهلي قيمه وقدره على أعلى مستوى. وبالتالي أنا بالنسبة لي في الجزئية ديت، وليد هو السقف، وليد هو المثل، وليد هو القيمة اللي أنا محتاج أحافظ عليها. فحتى يمكن طلع الكابتن أحمد شوبير قال لك لو تم رفع قيمة عقد أحمد فتحي هيتم رفع قيمة كابتن وليد سليمان، تقديرا وتثمينا للي أنتوا هتسمعوه من الحاوي.
احسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما حاجات تانية، احسبها دايما تاريخ وبطولات. انت لو ممكن تاخد في اي نادي تاني فلوس او تسافر بره تحقق فلوس، بس مش تحقق بطولات. يعني لما تيجي تبطل مش هتلاقي نفسك تاريخ، التاريخ اهم من الفلوس. لما تقعد كده قدام اهلك واولادك تفتخر باللي انت عملته، ببطولاتك، بتاريخك، بانجازاتك، ده كل ده حاجات احسن من الفلوس. وزي ما قلت لك ان الفلوس هتيجي ان ده رزق مكتوب عند ربنا، فلوسك هتكون يعني دي حاجه هتجيلك يعني. لكن البطولات والتاريخ ده بيبقى صعب. وفي مقوله بيقول لك يعني يعني الفلوس سهل، لكن البطولات يعني سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات او تعمل تاريخ. دي وهنا الفوارق اللي بتبقى كل واحد عن التاني. واحد بيفكرها فلوس بس، واحد بيفكرها بطولات بس، واحد بيفكرها انتماء بس، واحد بيفكرها لا الفلوس مهمة بس البطولات كتاريخ مهمة، لأن ده اللي ما يتعوضش، ده اللي ما يجيش، ده اللي فات. البطولة اللي بتعدي ما بترجعش اللحظة دي تاني. كابتن وليد دي معاييره، ودي اللي خليته عند الناس غالي في مكانة كبيرة جدا، ودي النوعية اللي برضو وكابتن أحمد خد بطولات كتير وتسبب أن يكون أحد أسباب بطولات كتيرة جدا مع النادي الأهلي. بس اللي أنا عايز أقوله، ما فيش لعيب، نرجع تاني نقول أن في لعيب بيجيب بطولة، أيوه، إنما في لعيب مع المنظومة بيجيب بطولة في ده. وده اللي بيحرص النادي الأهلي حتى لما يجي بتجيب له لعيب محترف من بره. وكان ساعات اللعيبة تقول فلان، أقول لهم يا جماعة ده فلان ده جاي يساعدكم أنك تاخدوا بطولة، فانت هتحقق مكاسب ماديه من احراز البطولات نتيجه وجوده. لو مش موجود هتبقى فرصنا اقل شويه. طب ما لو هو وانت والتاني ونكمل بحد تاني، اللعيبه بتساعد بعض في ظل نظام محكم جدا، تبقى هي دي بطولات النادي الاهلي اللي كل الناس بتستفيد منها، واقول لهم اللعيبه. طيب كابتن وليد سليمان، بهذا الحب وبهذه العلاقه وبهذه الرغبة الشديدة جدا في الاستمرار مع الأهلي، إمتى ممكن وليد سليمان يمشي من الأهلي؟ تفتكروا ده ممكن؟ لو عاد بالزمن كنت سأختار الاحتراف عن التجديد للأهلي؟ لا طبعا، ما أنا جالي الاحتراف وجددت الأهلي مع كابتن علاء. جالك؟ آه. مؤخرا الفترة الأخيرة لو جالك السعودية فلوس كتير؟ لا برضو، انا قلت كلمه ان انا مش همشي من النادي لما الاهلي يمشيني. انا راجل موجود. ماشي الكلام. نتمنى ربنا يديك الصحه والعطاء، نتمنى انك تكون موجود امس واليوم وغدا. كابتن وليد حاجه نموذج رائع، ولعيب يعني الحقيقه لا يدخر نقطه من العرق، واعتقد انه يستحق منا كل الاعزاز. وده ربما كان من مكاسب هذا الملف، ان الناس تفتكر انه في الاحتراف فيه وجهتين. في ناس بتحسبها فلوس بس زي ما وليد سليمان قال، وفي ناس بتحسبها فلوس عن طريق مكاسب اخرى. مانس عدلي ليه مقوله قديمه شويه بفكروا بيها، قال لك الاهلي ممكن، بقول للعيب وانا بتفاوض معاه بالذات اللعيب الجديد، الاهلي ممكن ما يقدم لكش اعلى عرض لكن لك تحقيق اعلى المكاسب، اعلى دخل. اعلى دخل مادي حتى، مش معنوي، مش بطولات ومجد وحاجات قيمه كبيره جدا، لكن حتى على فكره المكسب المادي، الارتباط بالاهلي، تحقيق البطولات، النجاحات، القيم التسويقيه بتاعتك، الحجم الجماهيري بتاعك، المشاركات الاعلانيه، التعاقدات، المكانه المجتمعيه، تسهيلاتك العامه في الحياه، حاجات كتيرة جدا بترتبط بالنادي الأهلي، بتتفتح لك أبواب مجد وحتى أبواب مادة كتيرة يا باشمهندس. شوف، جزء من اللي كنت زمان، ما أعرفش دلوقتي الجملة دي بقت تنفع ولا لا يعني. يعني أنا كنت أشعر أن اللاعب له قيمة والأهلي له قيمة، والأهلي والاتنين كل واحد بيضيف للتاني. إذا كنت أنت هتاخد بره 10 قروش يبقى تاخد في النادي الأهلي أحسن لك 8 قروش، لأن دخلك هيبقى 15 قرش مش 8. يعني على المدى الطويل، على الحسبة كلها، بالبطولات، بالاستقرار، بالإضافات، تبص تلاقي نفسك وصلت المكانة، الفاليو بتاعتك أنت نفسها زادت.
مش كل الأماكن شبه بعضها، وأدعي إن النادي الأهلي مختلف. هي هذا الاختلاف هو اللي مجنن البعض، وبيحاولوا يشتغلوا كيف ينالوا من هذا الاختلاف. كيف ينالوا من هذا الاختلاف؟ وإزاي يتكلموا على الأهلي فقط؟ والأهلي بيعمل كده مع حسام عاشور، والأهلي مشى اللعيبة، وحالة الإحولال الإعلامي اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت شهد شاهد من أهلها. كابتن محمد إبراهيم نجم وكابتن نادي الزمالك يتحدث في قناة صدى البلد عن، والناس بتتكلم على اللي حسام عاشور ونسيوا أنا اتعمل فيا إيه. محمد إبراهيم بعضمة لسانه. ما شاء الله تاريخ كبير من ساعة ما صعدت فريق أول حتى لما رحلت فترة إعارة أو انتقال يعني في البرتغال، رجعت مرة تانية، فبالتالي يعني كابتن الزمالك الحمد لله. شايف إن كانت تخلص بشكل أحسن؟ المفروض على الأقل خالص كان يجيبك ويقعد معاك ويتكلم معاك، واحنا شايفين الفترة دي مثلا اللي انت تطلع والكلام اللي هو بالشكل مع ان اللي انا شايفه اللي بيحصل العكس. يعني مثلا ايه، لو حصل مثلا الكلام ده في حتة تانية تلاقيهم هم اللي بيطلعوا ينتقدوا، انتوا ازاي تعملوا كده وانتوا ازاي وانتوا زي ايه؟ اي موقف بيحصل في نادي تاني هم بيطلعوا ينتقدوا. اللي ما ينفعش تعملوا كده مع الناس ومش انت ما انت يعني هخليني اكون افسر كلامك. يعني مثلا حسام عاشور حد مسؤول في الزمالك يطلع يقول ازاي الاهلي يمشي حسام عاشور بالطريقه دي؟ ده اللي انت تقصده مثلا؟ اقول لك مثلا يعني فانت من الاول من باب اولى تعمل كده، لكن اللي انت يبقى عندك لعيب وسنا صغير، وانا ماشي من الزمالك كان 27 سنه وسنا صغير وتمشيه بالاسلوب ده، دي حاجه ملهاش اي علاقه بالكوره. يعني لو انت المفروض على الاقل حتى لو انا مش لو انا بقالي سنه في نادي الزمالك تجيبني وتقول انا هعمل كذا، لكن ما تروحش تعمل حاجه من غير ما ترجع لي. يعني شكلها مش حلو. هترجع الزمالك في يوم من الايام تاني؟ كل شيء في الدنيا وارد. يعني قلت انه ده صعب في الفتره الحاليه او في صعب في ظل الاداره الحاليه. يعني ايه؟ هفكر كتير. تفكر كتير لانك ما عندكش الضمانات اللي هتخليك تبقى حاسس انك مرتاح. لازم ابقى مرتاح، مش شرط اللي انا العب، لازم ابقى مرتاح اللي انا ابقى رايح التمرين مبسوط. لو انا رايح التمرين مبسوط هعمل كل حاجه. فدي حاجه من الحاجات المهمه يعني. بس وده اللي يدهشك يا استاذ ابراهيم، يعني ده اللي بنقوله، ان الناس عماله بتبص على الاهلي. يعني في مثل، يعني مثل وهو حكمه، يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. واللي بيته من ازاز ما يعطيش الناس بالطوق. يعني هو عمال يدي، عمال يدي نصايح ويدي انتقادات وما بيبصش هو بيعمل ايه ليه، او هو ما يعني طب مين الكابتن اللي بيقول انا كابتن التاريخي والهداف التاريخي واللعيب التاريخي لنادي الزمالك؟ مين خالد الغندور؟ مش بيقول كده؟ هو بطل فين؟ الترسانة. اتعامل معاه ايه؟ لكن يطلع يزايد على الاهلي. ايوه انا تعرف ان محمد ابراهيم ده كمان مشي 27 سنه يا سيدي. انا بكلمك يعني بقى 35. عشان على الاقل محمد ابراهيم يعني ما طلعش، انما طالع بتدي كلام وبتلقح كلام على الناس كلها كل يوم. طيب انت اتعمل فيك ايه؟ مش انت حازم يعني، مش عايز اقول امثله مالناش دعوه. الاسماء كتير انا ولعبه كتير، ولازم كل نادي حر في لما تشوف الكابتن حسني عبد ربه بيقول للكابتن احمد فتحي كنت اتمنى تبطل في ولكن خلاص رؤيه الكابتن احمد فتحي ومصلحته هنا، خلينا نقفل دي ما نحملهاش اكتر من كده. طيب حقي كنادي ان انا اعمل لفرقتي افضل التعاقدات، احافظ على استقرار فرقتي. حقك كلاعب انك تسلك اي الطريقين او الاثنين مع بعض او الطريق اللي يناسبك، بس بشرط يبقى الاحترام بين الطرفين، بس يبقى هذا الانفصال الحضاري المحترم. المساله طالت شويه لانه الاهلي بيقدر لعيبته، لانه ليهم رصيد يسمح، لان العلاقه تدعو الى هذا التقدير. دي المساله الواضحه. انتوا حقكم علينا ان احنا زي ما كنا بنمتدح احمد فتحي نحترمه، زي ما كنا بنشيد بكل لاعب ارتبط بالنادي الاهلي لازما
العلاقة تفضل على هذا القدر من الاحترام، هو ده النادي الأهلي. إنما فكرة اللي خرج من عندي هو أسوأ لاعب واللاعب اللي عندي هو أحسن لاعب، دي من المفاهيم الاحترافية اللي لازم نتخلص منها. لا، المسألة يحكمها الاحترام والتقدير. أنت شفت مصلحتك وأنا أشوف مصلحتي، بس لو الأمور تقاربت مع بعضها وتم الانفصال باحترام ما تبقاش فيها أنانية. هذه الأنانية، مفيش أنانية بالظبط، ولا ادعاءات ولا اساءات ولا ولا ولا، عشان تفضل المساله عند هذا القدر. حسابات المكسب والخساره في المساله كتيره، مش بس الاهلي ما بيقفش على لاعب، لا الاهلي كمان ازمه بعد اخرى بتاكد معدن اللاعب اللي بيكمل مع النادي الاهلي. لانه احنا بنتكلم دلوقتي كباتن الفريق محمد الشناوي ووليد سليمان، والاثنين على هذه القيمه من الاخلاص. لانه فكرة إن الكابتن كمان يا باشمهندس، يعني أنا أصدقك القول بكل وضوح، بعد ما المسألة طالت والجماهير بدأت تزمزق، فكرة لو بعد ال 48 ساعة وبعد ما المسألة أخذت أبعاد مش لطيفة، لو كان الكابتن أحمد فتحي هيستمر في الأهلي كان هو الكابتن. هنا أنا كنت إلى حد كبير هسأل على قيمة إخلاص الكابتن وقيمة تقديره للفكرة، لأنه الكابتن حتى بيقود مفاوضات مع لعيبة صغيرة، بيحل مشاكل كتيرة جدا، له دور داخل الفريق. فأنا الحفاظ على قيمة الكابتن البقاء وعلى نموذج الكابتن، البقاء في المكان بيرد على كل ده بالظبط. قال لك فكرت لو بقي كان هيكون رد على كل الكلام ده، ما يعني إنما خلاص هو خلينا في الحتة دي. الكابتن أحمد فتحي واحد من أكتر الناس عطاء، 12 سنة عطاء كمان، مش 12 سنة قاعدهم ايده على خده. لا طيب، كمان النادي الاهلي على المستوى التقدير المادي ما كانش هو واحد من اعلى اللعيبة طوال هذه المدة، هيكون اعلاه. هذا تقديرا منه. دائما النادي الاهلي حريص عليه، ما فيش مرة مشي نتيجة شعوره ان النادي الاهلي عايز يمشيه. كل مرة كان النادي الاهلي بيبقى متماسك بيه ويمشي ويرجع تاني النادي الاهلي لما هو يعني لم يوفق في اكثر من تجربه احترافيه، لا تعالى بيتك هنا وده المناخ اللي هينجحك وينجح ويستعيد طريقه ومكانته، لانه لعيب مقاتل، لعيب عنده كل سمات اللاعب الجاد. زي ما قلنا يبقى الاحترام، وما اعرفش بقى في حاجه ثانيه تتقال في الموضوع، يبقى الاحترام وده مسك الختام في هذا الملف. طيب، من ملف احمد فتحي إلى المؤمن دايما مجاب. المؤمن دايما مجاب، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، مؤكد كل طلبات علاجه في النادي الأهلي مجابة جدا، كل ما يحتاجه بإذن الله تعالى حتى يستعيد عافيته ويشفى من هذا المرض بإذن الله تعالى، مؤكد إن الأهلي بيقدم له كل حاجة. لكن جزئية مؤمن البعض بيحاول كل شوية ينفخ فيها، كل شوية يستغلها، فيها نقاط كتيرة جدا محتاجة توضح علشان الجمهور يشعر أو يتأكد من مدى حرص النادي الأهلي ومسؤوليه على أولاده. الأهلي ما بيأثرش مع أي حد من المنتسبين ليه، موظف، عامل، إداري، لاعب، مدرب، ما حدش يقدر أبدا يزايد مع الأهلي في المنطقة دي بالذات. لما يكون الأهلي بيعمل كل ده ما ينفعش يتعرض إلى أي رجم إعلامي أو إلى أي محاولة إساءة إلى هذا الدور الكبير اللي بيلعبه أو هذا الحرص التاريخي اللي دايما وأبدا بيلتزم بيه. مؤمن زكريا لاعب تعرض لظروف مرضية ربنا يشفيه ويعافيه منها. النادي الأهلي نادي بيخضع زي أي نادي لرقابة مالية مؤكدة. مؤمن ما هوش لاعب مقيد في النادي حاليا، ما لوش عقد ساري في النادي معتمد في الاتحاد، في علاقة أدبية، علاقة معنوية، علاقة ابن ببيته، دي مسؤولية، دي مسألة لا نقاش فيها أبدا. لكن الجانب القانوني ده اللي محتاج يوضح عند بعض الناس. عشان كده النادي الأهلي لهذا الظرف، هقول لكم مش من دلوقتي، النادي الأهلي من 28 يناير بعت للسيد وزير الشباب أشرف صبحي بيقول له تعرض اللاعب مؤمن زكريا عباس الضاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم وبين قوسين لم يعد مقيدا بقائمة الفريق للإصابة بمرض نادر أثر على حركة الأعصاب والغدة عن ممارسة لعبة كرة القدم التي تعد مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته.
وأجرى اللاعب الإشاعات والفحوصات الطبية داخل وخارج البلاد، وتيقن للنادي أن رحلة العلاج سوف تستغرق وقتا طويلا وتكاليف باهظة لا يستطيع أن يتحملها وتفوق كل قدراته المالية كلاعب، خاصة بعدما توقف دخله مع ابتعاده عن ممارسة لعبة كرة القدم بسبب هذا المرض النادر. وبيقول الأهلي للوزير علشان ده إجراء لازم يتاخد، نأمل موافقة سيادتكم على قيام النادي بصرف دفعة مالية مبدئية له قدرها 600 ألف جنيه للمساهمة في المرحلة الأولى من العلاج ورفع العبء ولو جزئيا عنه وأسرته التي تستحق المساندة، خاصة أن مؤمن زكريا من اللاعبين الذين خدموا النادي الأهلي كثيرا. والخطاب من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى الدكتور أشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي حول الطلب مباشرة إلى مدير الشباب والرياضة في القاهرة، قال له جالي من النادي الأهلي ما يفيد بكذا كذا كجهة رقابية أو جهة إدارية مباشرة. رد النادي مديرية الشباب والرياضة ردت على النادي الأهلي إلى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وقالوا له وفقا لما ورد إلينا من خطابكم المحول من قبل السيد الوزير إحنا موافقين على صرف إن النادي الأهلي يصرف الدفعة الأولى مبدئيا. بعت الكابتن محمد مرجان المدير المالي إلى المدير النادي إلى المدير المالي للنادي بطلب صرف 600 ألف جنيه إلى مؤمن زكريا، وده كان بتاريخ 28/1. ولا زال طبعا مؤمن يروح يستلم الشيك، النادي طلبه أكتر من مرة كدفعة أولى، وأنا معلوماتي أنه أول امبارح مؤمن قدم فواتير ب 76 ألف دولار بعض فواتير العلاج الخارجية له، مؤكد أنه بيصرفها. أنا بقول لكم دي الدفعة الأولى، ده الجزء المبدئي، دي المرحلة الأولى من العلاج. شوف لكن استكمالها من الناحية القانونية دي مسألة السم والعسل إجرائية أساسية. السم والعسل. ناس بتستغل قلق وضيق لاعب في هذا الموقف إنها تستثمره، وإنه عشان مش عشان تقف معاه علشان تاخد منه إنه بيهاجم النادي الأهلي، وهو يعني طبعا زعلان وقلقان لكن ما هاجمش الحمد لله لحد دلوقتي. وقال انا رافض اتكلم دلوقتي. كابتن مؤمن من قلقه شاف الاجراءات طالت، بس هو ما يعرفش الكواليس دي كلها بتاخد وقت، يعني جواباته المخاطبات والموافقات بتاخد وقت، استخراج الشيك بياخد وقت. ايوه. انما اعتقد ان هو خلال الايام الماضيه لا تيقن من النادي الاهلي مش هيسيبه. ايوه. وهو جاد. أيوه. وانت بتقول ال 600 ألف جنيه دي دفعه أولى. أرجو أن الملف ده يتقفل، وأرجو كفاية متاجرة بألام الناس شوية، لأن أنا سابع برضو أن أحد البرامج بيعلن أنه عايز يستضيفه، مش عارف إيه اللي بيجي لكم من المتاجرة بألام الناس، يعني مش عارف. إذن الشيك من 15 فبراير 2020، يعني من 45 يوم الأهلي مجهز احتياجات مؤمن العلاجية، ولا يمكن للأهلي أبدا أنه يتأخر في علاج أي حد من ولاده. من أهم وأعز اللعيبة على قلبي أنا شخصيا، يعني عصرته وناشئ وكنت بتمنى باستمرار أنه يرجع النادي الأهلي، وحتى وهو خارج يا ما قلت له بلاش أخرج إعارة عشان أعرف أجيبك بسرعة، دي عطلته شوية أنه يرجع النادي الأهلي، لكن لما رجع كان صاحب بصمة هائلة مع الفريق، نتمنى يا رب يشفيه ويرجع يضيف لنا تاني. كل التمنيات بالشفاء المؤمن ان شاء الله، لانه حد فعلا يستحق ده، وكل الامل ان الاخوه الاعلاميين كفاكم متاجره بالام الناس. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل فتبينوا. اهلا بحضراتكم من جديد. فتبينوا. طبعا دي خلاصة الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ودي من الآيات المهمة جدا لكل ذي رأي ولكل ذي قول، لأنه نقل الكلام للناس مش سهلة، الكلمة ليها قيمتها وليها مسؤوليتها وليها تأثيرها وعليها أمانتها كمان.
ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي او مشروع الاهلي الكروي الجديد، لانه فايلر بالشكل ده نتمنى ان شاء الله تعالى انه يستمر وانه يحقق ملامح مشروع كروي مهم جدا للاهلي. تعرض باشمهندس ريني فايلر الصامت لكتير من الادعاءات والاقاويل، وكان في كل مره الناس بتستغرب، الراجل ما بيكلمش حد، ما بيتعاملش مع الاعلام، الكلام ده بيجي منين؟ الى ان ظهر ريني فايلر في حوار مهم مع الكابتن شوبير والكابتن سيف زاهر، واتكلم كلام كتير جدا برهن عن شخصيته وحاسس الناس بقيمته. عندك انطباعات عامه على الحوار ولا ادخل لك؟ لا خش على طول، علشان انا رايي قلته قبل كده في ريني فايلر، وعايزين كمان ندعم هذا الراي من واقع اللي هنعرضه دلوقتي. طيب، كهربا من اللعيبه المهمه، راح لنادي برتغالي احترف فيه، اصبح لاعب حر او عنده حق الانتقال، النادي الاهلي ضمه، ومن ساعتها عينك ما تشوف الا النور. كل شوية الإخوة إياهم وما أكثرهم، فايلر مش عايز كهربا، فايلر غاضب من كهربا، فايلر عايز يمشي كهربا، فايلر وا 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 وا. هفكركم ببعض نماذج من مثل وليمة العشوائيات في كهربا وفايلر ديت، وليمة عشوائيات كبيرة جدا، مفاجأة، ومش هنقول اسم الموقع ولا اسم الجورنال، خلاص اللي فات مات. خلينا في المكتوب، خلينا في المكتوب، لأنه لو حطينا الأسماء تبقى محرجة لمواقع كتيرة كبيرة، لكن خلينا في المعنى نفسه عشان نشوفكم ازاي عليكم ان تتبينوا. مفاجأة، فايلر يخطر الاهلي برغبته في عدم ضم كهربا. بعدها فايلر يتحفظ على ضم كهربا للاهلي، الاول مش عايزه ثم تحفظ. مفاجأة تالتة، فايلر يرفض ضم كهربا للاهلي وقال لم يعجبني اداؤه. ثالث أو رابع، فايلر يرفض ضم كهربا، ده واخد يعني موقف منه عنيف قوي. فايلر قد يرفض ضم كهربا وجروس السبب، قال لك قال له جروس وجروس حذره منه. فايلر يرفض انضمام كهربا للأهلي، بص الكلام ده يعني مصورة واحدة. مفاجأة، فايلر رفض كهربا وبجي والأهلي أجبره على القبول، أجبره، هنضمهم غصبا عنك. طب وقفت عند حدود المواقع والجرايد؟ لا، كابتن رضا عبد العال في ام بي سي مصر قال كمان رايه انه ايه علاقه فايلر بكهربا. استبعاد كهربا كان متوقع ولا مفاجاه؟ لا، الراجل مش مقتنع بيه، وانا قلت الكلام ده معاك من فتره. قلت لك ان الراجل مش مقتنع بيه، بس كان مفروض عليه، وانت قلت لي في حد بيتفرد، قلت لك اه كان بيتفرد عليه. ده رايه، عندك اثبات يعكس؟ طيب، هو في حد يقدر يفرد؟ اه في كل ده، ومحدش سال الراجل، او محدش عرف من الراجل، او نسبته كلام للراجل، او خدته قرارات من الراجل، والراجل ما نطقش، بس اخيرا نطق فتبينوا. في ملف كهربا تاني، في اشاعتين. الاشاعه الاولى انك كنت رافض تماما ضمه للنادي الاهلي، وانك استجبت للضغوط ووافقت على ضمه. اشاعه صحيحه ام حقيقه؟ تالي انتوا عارفين دلوقتي في مصر بقالي فتره معاكم، او في لعيبه اكتر بعد كده حتى في المستقبل، القرار بيرجع، التعاقد ده بيرجع للنادي. النادي ده مش بس جهاز فني، ومش بس لا جهاز فني واداره وكل العوامل اللي في النادي اللي بتدي الضوء الاخضر ان احنا نتفاوض مع اللعيب ده او نتعاقد معاه. فمش ممكن نقول ان اللعيب جه وانا مش موافق، ده جه بموافقه الجميع. الجزء الثاني من السؤال، انك بالفعل كنت في طريقك لتجميد كهربا، ولكنه الضغوط اللي جات لك من الاداره وقفت هذا القرار. لا طبعا، ما اقدرش اكد حاجه زي كده خالص. كل القرارات الرياضيه والفنيه ب 11 اللي بيبداوا المباراه، او الاحتياطي اللي على الدكه، او في المدرجات مش موجودين في 18، انا باخدها بمسؤوليه كامله. عمري ما حد اجبرني اني اخد قرارات فنيه في الملعب، انا عندي حريه كامله، الاداره مديهاني اداره النادي اني اخد القرارات الفنيه اللي بتتراءى ليا انها في مصلحه الفريق، وبكرر اجابتي مره ثانيه. لو عندنا لاعب وعندنا تفاوض معاه
او عندها لاعب عايزين يستبعدوا من الفريق ما نجددش عقده، بيبقى قرار كل عناصر النادي مش بس الجهاز الفني. فكلنا كنا متفقين على قرار استقدام كهربا بما فيهم انا كمدرب. هو الراجل بيشرح كانه يعني لا يعلم ان الناس تعلم ان دي طريقه اتخاذ القرار في النادي الاهلي، الجميع اداره واجهزه فنيه يشاركون في هذا القرار، وفي الاخر قفلها بكلمه واحده، كهربا جايبه موافقتي. يعني وضحت؟ اه خلصت الجملة. خلصت الناس اللي كتبت كل ده عندهم قدر من الشجاعه الادبيه في الاعتذار، او على الاقل الرغبه في الاستفاده من الدرس، ان احنا ما ينفعش ننسب. يعني انتوا متضايقين قوي ان كهربا جه الاهلي، فبتلبسوا فايلر وبتوتر علاقه وبتدعي للجماهير وبتتكلم على مصداقيه في كل المواقع وفي كل الجرايد. طب بعد ما سمعتوا راي فايلر، هل ممكن الناس تنتبه لهذا التوجيه القراني ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ ده انا استاذ ابراهيم، الادعاء الكاذب ده جرم. لما تتابع كلامه على كهربا تستكشف انه متضايق انه توقف. فده ده راي واحد. ما كانش عايز لعيب، ولا كان عايز يستفيد منه باقصى ما يستطيع. صحيح. وما وقفتش حتى عند حدود كهربا، لا راحت لكل المهاجمين. يعني هو كلهم الخواجه مش ما عندناش الحته اللي قال انا مش عارف هو توقف ليه. حجيلك ليه هو حصل غضب، قال لك الاهلي يصطدم بعقبه جديده. يا ساتر. المهاجمون ازمه في استمرار فايلر، كل الفراوده الخاجه مش عايزه، والخطيب يتمسك بازارو وصلاح وبادجي، رئيس النادي بيتمسك بالثلاثه، والراجل المدرب مش عايز الثلاثه. طب ما نسمع المدرب نفسه رايه ايه. اسالك عن بادجي، بادجي كان هو حلم فايلر؟ كان حلمك انه يبقى هو ده المهاجم بتاعك؟ وده مترتب عليه طبعا اسئله تانية. لازم احدد الاول اكون واضح في نقطه، احنا بنطلب لعيبه كتير او لعيبه بنرغب في ضمها، لكن الموضوع مش عمليه انا نفسي في مين او انا عايز مين. طبعا في مفاوضات، لان في لعيبه بتبقى انت عايزها بس بترفض العروض او بيجي لها عروض افضل. في الاخر خدنا قرار احنا كنادي كاداره نادي استقرينا على بادجي، هو لعيب صغير في السن، وده لازم يكون افضليه النادي متتعاقد مع لعيب صغير في السن ومهاجم ويبقى عنده فرصه ان يطور من ادائه، وكان بيلعب في اوروبا ورجع يلعب في افريقيا تاني، فمحتاج ياخد فتره يتاقلم مع اللعب في افريقيا. طبعا زي ما انتم عارفين البيئه في اوروبا غير عندنا في افريقيا، وانتم عارفين الضغوط مع نادي كبير زي النادي الاهلي بتبقى كتير على لعيبه لسه صغيره. برضو تكتشف ان هو يعني فاهم بيعمل ايه مع بادجي، وان هو يعني مستني ومتوقع منه مساله تاقلم، و يعني هو لو مش عايزه ما كانش هيجي. ايوه يعني مفيش لاعب هيجي من غير المدرب. لا ده لعيب اجنبي في الاخر. أيوة. يعني ما كانش عندنا وبنفرضه عليه. ده لعيب اجنبي هنجيبه، ايه رايك في ده؟ قال ده صغير في السن وعنده امكانيات وبيلعب في اوروبا وممكن يتطور، جه افريقيا محتاج بعض التاقلم. قال لك هو هيجهز. مش بس بادجي، صلاح محسن من البدايه، والراجل من ساعه لما جه صلاح محسن الاهلي وصفقته زي ما انتم متابعين كل شويه حد يزود في الارقام براحته، هو ما دام اختار الاهلي ورفض كل ضغوط انه ينتقل لاي نادي اخر غير الاهلي، وده كان كافي وكفيل انه دايما وابدا يكون محل رجم اعلامي مستمر لانه اختار الاهلي. فلبسوه في الفايلر وقال لك فايلر رفضه، وفايلر مشاه، وفايلر مش مقتنع بيه، وقال لك ما يجيش. سئل فايلر عن صلاح محسن، نشوفه قال ايه. كان في حاله اندهاش انه لعيب زي صلاح محسن وهو على قدم المساواه في المنتخب الاولمبي مع مصطفى محمد بتوافق بسهوله على رحيله واعارته.
سلام محسن ساسي تري شون جوار. صلاح محسن لعيب صغير جدا وقدامه مستقبل، وبكرر تاني بقول وانا شايف ان صلاح ما كانش بيلعب بشكل اساسي وعنده امكانيات عاليه، فكنت شايف لو اديناه الست اشهر لفرقه يلعب وياخد زمن مباريات ويلعب وياخد خبرات هيبقى مفيد، مش بس ليه هيبقى مفيد للنادي ومفيد لزمايله كمان. انا شايف انا عارف قيمه صلاح محسن كويس جدا، بس انا شايف انه المفروض يشارك وفكره اعارته بتديه فرصه ان ياخد زمن مباريات ويلعب، وهتساعدنا وهتساعد نفسه. اخواننا هي ما سياسه، انا اللعيب عايزه يلعب اكتر من كده وياخد خبره اكتر من كده وصغير واعد، ما حدش بيناقش حد. طب ما هو السنتين اللي فاتوا مصطفى محمد يعني كان واحد تاني مطلع اعارات ما حدش ناقش فيه خالص، لكن لا صلاح محسن لما يطلع من نادي الاهلي حد كل الناس تحاول تعمله موضوع سلبي. اعتقد كويس انك بتجيب التحليل ده يا ابراهيم. هو علشان بس تعرفوا كجمهور الناس عايزه ايه من الاهلي، والناس ازاي بتقدر تتفنن في انها تطلع كلام منسوب للمدرب لعمر قاله بالعكس قناعاته عكس اللي بيقولوه عليه. بس لو الراجل فعلا هيتفرغ انه يرد على كل الكلام مش هيشتغل. انما اهي مناسبه برضو ان احنا ننفض الصندوق ده كله في ايه، لانه المساله كبرت قوي. فقال لك فايلر يهدد بقلب الطاوله على رباعي الاهلي، الدكه في انتظارهم. اوبا قلب الطاوله، الدكه هي اللي هتستقبل مروان محسن وحسين الشحات وقفشه واحمد الشيخ، تقريبا ما سابوش حد. نشوف فايلر في كلامه. برضه السؤال اللي الناس بتطرحه مروان محسن، مروان محسن ما فيش مدير فني جه وما لعبش معاه، وما فيش مدير فني للمنتخب جه وما لعبش معاه، ولكن هو ولعيب كويس الحقيقه، احيانا بيواجه انتقادات شديده من الجمهور، شايفها ازاي؟ قبل اي شيء انتوا عارفين طبعا المهاجم دايما المهاجم بيتم انتقاده اكتر من اللعيبه، لان هو راجل المفروض يكون حاسم على الجون، وطبعا لعيب وسط الملعب انتقاده مابقاش زي انتقاد المهاجم. طبعا مش سهل انك تكون مهاجم، لان كل منتظر منك انك تسجل اهداف، وكل عايز من المهاجم ان يخلق الفارق ويسجل على طول باستمرار. لكن لو هنتكلم بالنسبه للمهاجمين في الفرق الثانيه الموضوع صعب بالنسبه للانديه كلها مش بس عندنا، لان دلوقتي المدافعين بيلعبوا بقوه بدنيه مع المهاجمين، خاصه مع فريق زي الاهلي كل المدافعين بيلعبوا قدامه بجديه. بس اعتقد ان هو برضه بيقدر، هو محطه بالنسبه لنا، بيمسك كوره وبيقدر يفتح لزمايله ويجي يطلعوا من تحته بيجيب اجوان. حتى هو ما سجلش اهداف كتيره، بس انا شايف ان هو بيلعب دور كبير في الملعب، هو بس ينقصه فقط ان يسجل اهداف، لكن هو كدوره فني بيبقى مناسب جدا مع الفرقه الفتره دي. تحليل موجود عند ناس كتير، عند كل المدربين اللي جم مرنوا النادي الاهلي ومرنوا منتخب مصر، يروا ان الراجل ده مفيد جدا، مع الوضع في الاعتبار انه قال كلمه يعني فيها توضيح اكتر، ان المدافعين في مصر بتلعب بقوه جامده ضد الفراوده في ماتشات الاهلي بالتحديد، في ماتش وخصوصا الاسلوب التحكيمي في مصر بيسمح بهذا. ان بيسمح احيانا بالشد بالفانيلات وفي والماسك وكل حاجه يعني. لكن هو اسلوبه مع هذا النمط الدفاعي لا مفيد للنادي الاهلي، وشرح ازاي بيسهل لزمايله فرص انه يجيبوا جوان، لكن مطلوب منه انه هو كمان يجيب جوان، وطبعا لو جاب جوان هو كمان هيبقى المهاجم النموذجي اللي بيبحث عنه اي حد. طيب وقفت المساله عند حدود فايلر واللعيبه، وازاي تقدر تضرب في كل اللعيبه مره واحده كده بالشكل ده؟ خريطه خريطه ومنهج ماشي، لا مش كفايه، اضرب في مدير الكوره. سيد عبد الحفيظ دمه تقيل عليهم قوي، سيد عبد الحفيظ عامل مشاكل ليهم جامده جدا، سيد بيرد على كل واحده، اخبطوا بقى في الخواجه فتطلع المساله. الحق في خناقه بين مدير الفني ومدير الكوره، الحق فايلر مش عايز الكابتن سيد عبد الحفيظ، فنلاقي عناوين. فايلر يطرد عبد الحفيظ من المحاضرات الفنيه، ومدير الكره يشتكي للخطيب. بصوا المساله توصل لغايه فين، ونلاقي موقع تاني فايلر يطرد عبد الحفيظ من المحاضره الفنيه ماشيه، يطلع الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لك سيد عبد الحفيظ عن طرد فايلر له من المحاضره. الحاجات دي ما بتحصلش عندنا احنا، رد الكابتن سيد بكده. طب جه الاحتفال بعيد ميلاد الكابتن سيد عبد الحفيظ،
حضروا فايلر كان كفاية ولا لا؟ ده عالم افتراض يا عم، وده فوتوشوب. ده مش عيد ميلاد بجد، ده فعلا ابو الفساد حد تاني خالص. مش طب ما تسمعوا سيد نفسه، مش بلاش الفوتوشوب، نسمع سيد. كل ده ود واحترام متبادل، لكن في الشغل، في الشغل كل واحد له دوره. يعني الشغل الفني ده من اوله لاخره مش بتاعي. لا يعني ما مسكتوش في بعض يا كابتن سيد؟ اه كابتن سيد. لا انا اسلام، انا قلت الكلام ده من معلش، انا عايزك تقول من 1900 معلش. من 1907 أيوة. لحد دلوقتي مش هتلاقي المناظر دي عندنا خالص. مش هتلاقي سكينه بتترفع على حد، يعني مش عندنا الكلام ده احنا. مش عندنا حد يعني لعيب بيتطاول على رئيس نادي، ما فيش كده عندنا. مفيش مدرب يعني المساحه، عشان كده بقول لك لازم يبقى في رصيد، في رصيد ما بين اللاعب والمدرب، ما بين المدرب ومدير الكوره، ما بين مدير الكوره واللعيبه، ما بين العمال. العمال نفسهم. يعني انت لحد النهارده انا عم اسمه عم حارس. اه تمام، وهيفضل كده بالظبط. اسمه عم حارس، ده راجل مربينا. بصراحة كابتن سيد اللي انت بتقوله ده هو اللي جايب لك الكلام. برضه بيقول كلام يرفع السكينة. مش معقولة يعني، بيفكر الناس بحاجات. فهو ده اللي جايب لك الكلام، ولازم هيفضلوا وراك مش هيسيبوك. طيب كابتن شوبير، يعني ما هي خناقة، طب ما يسأل فايلر عليها. ايه خناقتك مع الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ نشوفه رد عليه ازاي. بيتكلموا احيانا انه ساعات بيبقى فيه خلاف رهيب في وجهات النظر بينك وبين سيد عبد الحفيظ، صحيح هذا الكلام؟ سعيد بالعمل مع سيد عبد الحفيظ؟ ما عنديش اي مشكله مع سيد عبد الحفيظ. انا عارف دايما في دايما يعني اشاعات حوالينا بتتقال على افراد الجهاز، ده جزء من كره القدم لازم نقبله. للاسف الكلام ساعات ممكن يبقى كلام مش مظبوط. انا عارف بيطلع اشاعات ان في مشاكل، وفي مشاكل عليا بتتقال عليا انا كشخص، لكن الكلام ده كله مش صحيح. دي إدارة واضحة ومحترفة. لأن مش بس نفى إن وجود أي خلاف بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن هو لمس على إن دي إشاعات، والإشاعات طبيعة كرة القدم، وساعات بتطاله هو شخصيا يعني. فهو بقى عشان راجل مؤدب بيسميها إشاعات، لكن عالمين بباطن الأمور زحلاتة كده يسميها إيه؟ ضرب تحت الحزام. مقصود يعني طبعا. طبعا. وبعدين يعني نحاول نضرب الخواجة في اللعيبة واحد واحد، مش جايبة. نضربه في مدير الكورة، مش جايبة. طب ما يمشي، ما يمشي بقى فايلر، لأنه يعني ايه 17 ماتش ولا 16 ماتش مكسب؟ يعني ايه الأداء اختلف؟ يعني ايه الشكل الكبير بتاع الأهلي ده؟ لا، الخواجة لازم يمشي. فتبدأ الإشاعات تتنسك في اتجاه إنه فايلر خلاص زهق وهيمشي. فتطلع بقى مفاجأة، فايلر يدرس الرحيل. رينيه يستند على صعوبة استئناف النشاط، والمسؤولون يوصون بالصبر. ومرة تانية في وسيلة تانية قال لك هي مسألة وقت الأهلي يحصل على موافقة فايلر للتجديد. لا استنى بس، الجملة الأولانية دي ان هو يدرس الرحيل، يشعر بصعوبة عودة الاستئناف على اساس انه هيروح يلاقي دوري هناك في الحته اللي هيروحها. دوري كورونا. يعني شوف حتى يا اخي اما تيجي تفبركها اعقلها. هيروح فين؟ حط سبب تاني. هيروح فين؟ طب وبعدين لما تسمع فايلر نفسه نشوف.
مستر بايرن، خلينا نتكلم شويه في موضوع الاهلي والمستقبل. العلاقه مع اداره النادي الاهلي، العلاقه مع كابتن محمود الخطيب، قعد معاك كم مره خلال السنه؟ هل بالفعل بدا مفاوضات التجديد معاك للموسم القادم؟ وقعدته كم مره عشان تجدده السنه اللي جايه؟ مش هقدر اقول لك كم مره، لان احنا بنقعد كتير، بنقعد بيبقى في لقاءات واجتماعات صغيره ما بيننا، ومقابلات كلها بتبقى فعاله ومهمه بالنسبه للنادي. وبالنسبه للعقد اتناقشنا اكتر من مره ان احنا عندنا النيه ان احنا نجدد العقد من ناحيتي ومن ناحيه النادي. انا ما اقدرش اتكلم بالتفاصيل. لا انا مش عايز تفاصيل، انا بسالك يعني. طب في موضوع التجديد قعدته كم مره في التجديد؟ برضه مش هقدر اقول لك كم مره، لان مش عد كم مره، احنا اتكلمنا اكتر من مره، مش احنا بنتقابل كتير جدا، مش هقدر اقول لك كم مره منهم اتكلمنا عن مواضيع معينه. احنا بنتكلم يعني ممكن يكون الموضوع العقد ده نقطه من النقاط اللي اتكلمنا فيها، بس انا شايف مفيش اي ضغط عليا او عليهم. احنا واخدين وقتنا انا والنادي، عندنا وقت كافي ان احنا نتناقش بالتفاصيل الكامله للعقد قبل ما يبرر العقد. هو شوف اجمل ما في الراجل ده ما بيتكلم انك بتصدقه. هو بيتكلم مش بالمنطق، بيتكلم بالواقع، وهو ده الانسان الصادق. ما تعرفش تخليه الكلام متعارض يعني. هنقعد كتير وبنقعد كتير وبنتكلم في حاجات لصالح الفرقه كتير. بالنسبه للتجديد، لا ما احنا هنقعد، عندنا وقت ان احنا نقعد مره واثنين وثلاثه ونتكلم. لان هي الحسبه يعني هو مقدر وقال اكتر من مره ان هو مبسوط في مصر. ايوه. والنادي الاهلي واضح انه عتر فيه على شخصيه مناسبه انها تعمل مشروع للفتره الجايه للنادي الاهلي. فيعني الكلام اللي بيقوله لا كلام بسيط وكلام واقعي جدا يعني. طيب فايلر ما عندوش مشكله، ايه هي الشروط اللي حطها؟ لانه كله بدا يتكلم في شروط جزائيه، في شروط مجحفه، في كلام كتير جدا عن استمرار فايلر مع الاهلي او عقده مع الاهلي. نسمعه برضه. بعض الناس بيقولوا ان يعني تعاقدك مع النادي الاهلي كان بشكل سلس في السنه الاولى او يعني اول ما توليت المسؤوليه، ولكن دلوقتي الحقيقه يعني انت قدمت اوراق اعتمادك الجمهور الاهلي كمدير فني كبير. فبيقولوا انا ما اعرفش يعني ان التفاوض معاك في السنه الثانيه مختلف تماما كشروط وكماديات. لغايه دلوقتي احنا ما اتكلمناش عن بالتفاصيل عن تمديد عقدي، ما اتكلمناش حاجه خالص. حتى فتره جايه في المستقبل هنعمل ايه، لكن في نيه احنا تقابلنا فيها بين النادي وبيني انا، احنا ما اتكلمناش عن تفاصيل عشان يتقال ان انا هحط شروط او مش هحط شروط. احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل في الظروف الجايه، بظروف الفيروس الموجود في الجو. فالقرار النهائي احنا ارجعناه شويه، لكن الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لكم انتوا الاثنين ان سهل جدا الواحد يتخيل انه اكمل عملي مع النادي. هو لسه ما خدتش قرار، بس انا مش مستبعد خالص نكمل مع النادي الاهلي، والشروط مش هتبقى شروط مكحفه زي ما بيتقال. بس انت حابب تكون موجود مع النادي الاهلي لسنه كمان، وهل وجودك لسنه كمان هيديك فرصه ان انت تعمل اعداد، تختار لعيبه انت عايزهم مقتنع بيهم زي فتره الاحلال والتجديد اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ المجال مفتوح لعمل عمليه انتقال. احنا بنقول احنا فريق ما باخدش قرارات لوحدي، عشان فتره الانتقالات اخد قرارات فرديه عشان اقرر مين اللعيب الصحيح للفريق. انا بقول مقترحاتي، بس الجهاز اللي معايا بيقترح كمان، بس في الاخر برضو دلوقتي بالنسبه للعيبه زي ما بيحصل دلوقتي بختار افضل 11، بعد كده بفضل افضل لعيبه حواليا ممكن تبقى مناسبه فتره الانتقالات. انا عارف حاجه زي كده ما بتنسدش كل اللعيبه، ان في بعض لعيبه بتتحط على الخط او لعيبه بتستبعد، لكن في الاخر ده قرار فني للمدرب ولازم الكل يحترمه، سواء في اختيار اللعيبه اللي بتلعب او في اختيار اللعيبه اللي يتم انتقالها للفريق. هنتكلم كتير في الجانب الفني بعد كده، لانه ده بيهم جماهير النادي الاهلي، لكنه الخبر اللي نقدر نقوله انه فايلر يوافق مبدئيا على التجديد للنادي الاهلي، ودي رغبه مشتركه ما بين اداره الاهلي ورينيه فايلر. قول لي صح او غلط، قول لي يس اور نو. انا قلت حضرتك صرحت، وانا بقول انا متخيل ممكن اكمل، وانا اقدر اقول لغايه الفتره دي اللي انا فيها شغال فيها مع النادي انا سعيد، واعتقد النادي برضو عنده النيه ان يجدد معايا. يعني بشكل يعني مباشر وواضح بنحب نسمع احنا الامور كده. كابتن شوبير قال له يس اور نو،
انت حابب تجدد والنادي عايز يجدد لك؟ قال له انا يعني حابب اجدد والنادي عايز يجدد لي. وخلي بالك برضو الكابتن سيف سأله سؤال في البدايه مهم الحقيقه. قال له انت في اول ما في التفاوض الاولاني ما خدتش وقت، حسمت امرك وجيت. التعاقد كان سلس. سلس. انت دلوقتي شايف ان بنفس السلاسه ولا الامور محتاجه تفكير؟ عايز اقول انا بقى هنا مؤكد ان العرض الاولاني ممكن وانا مش بشتغل وبسمع عن كيان كبير عندي فضول ان انا اروح اشوف المكان ده ايه، ومؤكد بقى وهم بيعرضوا عليا التجديد اكون انا تعرفت على المكان وتعرفت على تحدياته وتعرفت على المسؤوليات المطلوبه مني الفتره الجايه. فلازم يبقى فيه نوع من التريث العاقل ان انا وانا بقول ببقى عارف ان انا بجدد عشان اعمل 1 2 3 المره دي، مش بجدد على حاجه يعني متخيلها، لا حاجه شفتها وعيشتها. الاجابه الاخرانيه اللي مع كابتن شوبير بتلخص لك بقى، انا سعيد وهم عايزيني وربنا سهل. انطباعاتك عنه؟ انا قلت لك انا بشعر الراجل ده ستريت فورورد، راجل صادق دغري كلامه ودماغه. مش كل حاجه دي مش ميزه مطلقه، احيانا تسبب بعض الاشكالات للي مش متعود على هذا الاسلوب، واللي عايز الاسلوب يبقى فيه نوع من المرونه ونستحمل دي ونعمل دي وبتاع. على فكره في قضايا كتيره جدا ما احناش بيتهيألي ما جاتش. هو بيتكلم مثلا على صالح جمعه، ناس كتيرة جدا كانت قفلت الملف ده تكتشف انه اذا فضل كده صالح جمعة الملف مقفول، لكن اذا عايز يغير من نفسه لان انا طالب منه 1 2 3 اللعب الجماعي هو يوريني يستحق يكون موجود ولا لا. اذا معنى هذا ان في فرص، وزي ما بنقول باستمرار مهم جدا صالح جمعة، ومهم جدا يكون عنده الرغبة دي لان فيها شغل كتير مسؤوليته هو مش مسؤولية حد تاني. طيب الانطباعات من الراجل زي ما المهندس عادل أشار وزي ما حضراتكم لو كنتوا تابعتوا الحوار المهم معاه، هو حد محترم بالمعنى الحرفي، لأنه لما سئل عما حدث في أبو ظبي بعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، الراجل كان واضح جدا أنه رافض اللي حصل، وقال أنا يعني أسفت جدا إن اللعيبة تشتبك مع بعضها بهذا الشكل، أنا رحت توجهت لجهاز الفريق المنافس، هنيت كارتيرون على المكسب، تعاملنا مع بعض بمنتهى الاحترام. فقال ما كنتش سعيد أبدا إن الصورة بتاعت الكرة المصرية تبان بره بهذا الشكل، ده منظر ما حبيتوش أبدا وما أعتقدش يسعد أي حد. دي رسالة لكل اللعيبة، لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك وأي لعيبة، في رسالة وفي دور وفي درجة معينة من الحرص لازم أن يكون موجود على الصورة العامة، لأن الوضع قالك ما كانش عاجبني أبدا. لما اتكلم كمان قالك على النقيض، احنا لعبنا في جنوب أفريقيا خرجنا سان داونز، الجمهور مال الملعب، فرقة كبيرة، فرقة كسبانة قبل كده في ملعبها 5، فرقة عندها طموح وعندها مدرب كويس، لكن بعد نتيجة المباراة ما حصلش اي خروج عن النص على الاطلاق، سقفوا للفرقه، الجهاز الفني الثاني جه حيانا وهنانا على الصعود وخرجنا في منتهى الاحترام واللطف. دي رساله للاعبتنا في كل الانديه. لا دي كمان اهميتها بتدي لك شخصيته. هو ما دافعش عن الخطا وما قالش اصل لعيبتي لا، ده هو بالعكس انتقد ان لعيبتنا اتجرجرت، ما كانش عندها الخبره الكافيه انها ما تتجرجرش لهذا الامر. ايوه كويس. لكن ايضا انت دلوقتي افتكرت حاجه يعني كنت عايز اقولها على شخصيه الراجل ده. ان مش من النوع اللي بيهرول. يعني مش هو مدرب عايز يشتغل وبس. يعني اي مدرب مكانه في مكان عارف انه بيحترم تعاقداته، عارف انه بيوفر امكانيات، ما بيتدخلش في الشغل، بيجيب لك لبن العصفور، جدد ايوه عينيا الاثنين لان انا عايز مهرول ان انا احافظ على شغلي. لا برضه هو عايز يفكر. طيب استكمال بقيه الصوره المحترمه للراجل ده، لما اتسال عن كارتيرون
قال لك عندي كل الانطباعات الطيبة عنه، وقابلته مرة بعد المباراة وقفنا ثانية، بس بحترم وبحترم شغله. يسألوه على لعيبة الفرق المنافسين، رافض يذكر أي اسم. طب مين من لعيبة الأندية التانية عاجبك؟ قال لهم دي لعيبة فرق منافسة ملياش إن أنا أتكلم فيهم. هو دارس إعلام بالمناسبة، حتى لما كان بيلاقي فيه خبث في السؤال شوية قال للكابتن شوبير على فكرة أنا دارس إعلام، فمش هينفع يعني، عايز يقول لهم مش هتبيعوا المية في حارة السقايين. مش كاتب، مش هيلعب على مش كاتب. لما سألوا حتى سيف سألوا في محاولة إن هو يخبطه شوية في الصحافة، قال له المؤتمرات الصحفية اللي بعد المباريات بنشوفك بتتنرفز، أنت انطباعك إيه؟ علشان برضه يخبط هوك للصحفيين. قال لك أنا كحد دارس هذه المهنة مقدر ظروفهم، وهم بيحاولوا كل واحد فيهم يقدم حاجة مختلفة، بيحاول كل واحد يطرح سؤال مختلف، هم بيأدوا عملهم وأنا بأدي عملي بمنتهى الاحترام والوضوح. حتى في جزئية الطموح الواضح عنده، أنا مضيت عقد والهدف فيه الفوز ببطولة أفريقيا، قال لهم آه، وقال لهم محدش بيعمل كده، بس هي ديت بتعكس الانطباع اللي انت بتقوله، ان حد جريء، حد عنده طموح، وحد عنده رغبه انه ينجح ويعمل حاجه مش جديده، مش لهم بتعيشوا بس بالظبط. فتوافق ده انه يجي للنادي الاهلي عشان يكون الاهلي هو المتخصص دائما وابدا، مش بس في انجاح المدربين الاجانب الكبار، في صناعه الاساطير. مانويل جوزيه اسطوره كبيره جدا. هنشوف الاول، نفكركم بريني فايلر لما اتكلم على رسالته للعيبة بعد اللي حصل في مباراة السوبر وسلوكيات ما حدث في سان داونز، نسمعه. ايه اكتر حاجة ازعجتك ضايقتك فكرت ان انت ممكن تاخد شنطتك وتسافر؟ يعني ما فيش حاجة فعلا، بس هو لو انت طلبت مني حاجة زي كده، انا بقولك انا دايما بحب اتكلم بامانة وما بحبش اخبي حاجة. احنا اللي حصل ده حاجة نادرة، نلعب اتنين كاس سوبر، فكسبنا اولانية وخسرنا التاني، بس لعبناهم فترة صغيرة. بس بصراحة اللي حاجة ضايقتني جدا فعلا وخلتني اقف وقفة مع نفسي سلوك اللاعبين بعد ماتش السوبر التاني، لان احنا زي ما احنا المفروض ندي مثل اعلى كافراد جهاز والاداريين والمسؤولين في النادي، المفروض اللعيبه برضو يدوا مثل اعلى، المفروض نحترم الفنيه اللي احنا بنلبسها. انا بعد الماتش باركت المدرب نادي الزمالك بعد المباراه، وباركت اللعيبه اللي قابلتهم نادي الزمالك، ونزلت اوضه اللبس وكلمت مع لعيبتي. لكن انا بصراحه ما فهمتش ليه نتخانق بعد مباريات كبيره زي دي، نتخانق وندي صوره وحشه. انا عارف ان احنا كشعب مصري شعب عاطفي، بس ده ما يخليناش نعبر عن الغضب عليها بالطريقه دي. شفنا سان داونز في الماتش لما جينا خرجناهم من البطوله عندهم، برغم كانوا كسبوا 5-1 قبل كده، هو كان في بعد الماتش كان في يعني اخفاق، وكان في طبعا حاله من الحزن، لكن بصراحه احنا شفناهم ادوا مثل واحترموا الهزيمه، واحترمونا احنا كفرقه كسبتهم، ما حدش نزل يتخانق معانا، واحترموا فرقتهم، واحترموا الفريق اللي هم لابسينها، وجم حيونا بعد المباراه. واحنا قلنا قبل كده الراجل مستاء جدا جدا من اللي حصل، وخصوصا ان ما كانش يتمنى لعيبه الاهلي ينجرفوا للمشهد ده. وعلى فكره كل المدربين الاجانب الا الهجاصين، في كام واحد هجاص كده، ايوه واخد بالك، يدافع عن الموقف باستمرار، يبرروا لكن اي انسان عاقل يرفض اي خروج اجنبي او مصري، مين صحيح يقبل هذا الكلام؟ صحيح. وكمان الراجل ده لانه محترم، لما سئل عن العقوبات برضه في ناس هتطلع تدافع، والراجل ما راحش للمنطقه دي خالص، لا برر ولا حور ولا اي حاجه. قال لك مؤكد الناس اللي خدت القرارات شافت فيديوهات وشافت ما يستدعي ده بمنتهى الوضوح والاحترام. عشان كده حتى هو انطباعاته عن النادي الاهلي، الناس اللي بتتكلم انه سعيد ومش سعيد وعايز يمشي وعايز يقعد، طب اتسأل عن الفرق بين النادي الاهلي اللي هو شايفه والنظم الاحترافيه في الانديه الاوروبيه، قال كلام يخليك تفخر بالاهلي. من خلال تعاملك مع اداره النادي الاهلي وانت اتعاملت في اوروبا، دربت اكتر من فريق في سويسرا وفي المانيا، وطبعا مع اندرلخت البلجيكي،
الفارق ما بين إدارة النادي الأهلي وهذه الإدارات، هل في اقتراب في التعامل، في الطريقة، في الشكل، ولا في فرق كبير؟ كل أقدر أقول لك أن النادي الأهلي بيدار بمنتهى الاحترافية، ولو قارنت النادي الأهلي بإدارة الأندية الأوروبية كنت فيها مفيش فروق كبيرة. أنا سعيد وبعشق وجودي هنا في مصر وإحساسي أنه جزء من كيان النادي الأهلي. خلاص، ما هو من ضمن يعني التكرار نحن نقول بيعكس تقديره للمكان وبيعكس دماغه المستتفة واحترامه لذاته. يعني احنا يهمنا ان انتوا اللي تشوفوا اكتر من احنا نعلق. احنا بنستكمل الصورة، بس الناس بسرعة ربطت بين رينيه فايلر ومانويل جوزيه. كابتن شوبير سأله نشوف فايلر شايف المقارنة دي ازاي. مش خايف من المقارنة الدائمة بينك وبين مانويل جوزيه؟ مانويل جوزيه هو المدرب الأسطوري في قلوب وعقول جماهير النادي الأهلي. هل ده بيقلقك شوية أنك ناس بتقارنك بين أرقامك وأرقامه؟ أنا كل أقدر أقوله كل الناس اللي اشتغلت مع النادي الأهلي سواء أنا أو مانويل جوزيه أو أي حد، كل واحد ليه حاجات، ليه نقاط إبداع. هو مانويل جوزيه ده نجم كبير وحقق إنجازات كبيرة وليه ذكريات كبيرة مع النادي. أنا لسه في البداية فصعب، بس كل واحد بيعدي النادي الأهلي بيبقى عنده فرصة يخش التاريخ ويحقق ذكريات كتير يقدر يفتكرها ويتباهى بيها لما يرجع بلده. لكن في الوقت الحالي ما اقدرش اقارن نفسي بمانويل جوزيه لان هو خد وقت اكتر مني، انا لسه في بدايتي مع النادي. وهو هي دي النقطه، احنا يعني دايما مساله المقارنات والمقاربات يا استاذ ابراهيم بتهمنا جدا جدا قوي، مع اختلاف الظروف والمناخ والتوقيت يعني والادوات. والسؤال ده لو اتسال، لو قارنت هي تتقال كده اول سنه لي مع اول سنه لبدايتك ممكن ممكن ولو ان برضه الظروف مختلفه خالص طبعا، وعناصر الفرقه هنا مختلفه والمنافسين مختلفين. فهو الكوره نفسها اتغيرت. هو طبعا بيتكلم كما اتوقع منه باحترام شديد على مانويل جوزيه، بيقول يعني الراجل انا لسه ما عملتش حاجه يعني، عايز يقول كده يعني في الاخر. طب تحب تسمع جوزيه عن فايلر؟ ده المهم. طب نسمع. برايك ايه في النادي الاهلي اليومين دول يا مستر مان؟ اعتقد انهم بيلعبوا كويس واعتقد انهم ممكن يكسبوا كاس افريقيا من جديد، ومستواهم جيد في الموسم ده. وعلى المستوى المحلي برضو بيلعبوا كويس جدا وكسبانين، دي حاجه كويسه يعني. انا بتابعهم من بعيد وشايف المستوى كويس. لو الفينال هيبقى في القاهره فاعتقد انهم لازم هيكسبوا. الناس بيقولوا انه رينيه فايلر هيعيد امجاد مانويل جوزيه، ايه رايك؟ هو مدرب كويس، مدرب رائع، واعتقد انه مدرب رائع، وهو فعلا هيبقى زي يعني هيبقى كوبيا من مانويل جوزيه تاني. وده كلام مهم جدا. مانويل جوزيه مش من النوع اللي بيجامل. مانويل جوزيه اراؤه قد تبدو صادمه للبعض لانه صريح جدا ما بيزوقش الكلام، واول مره في اي مدرب يسال عليه مانويل جوزيه يقول الكلمتين بالشكل ده. مدرب رائع، مدرب كويس، عنده القدره انه يعيد انجازات مانويل جوزيه. يبقى نسخه من مانويل جوزيه. يعني ما اعرفش قالها كده كوبي. يعني هو ده الترجمه، انما النسخ دي ما انش مؤمن بيها يعني. انما عنده محدش بيستنسخ حاجه. انما يعيد انجازات مانويل جوزيه عنده. فانا اعتقد ان دي شهاده تطمئن الاهلاويه شويه، لان الراجل مانويل جوزيه مش خفيف، ما تعرفش تطلع الكلام ده بالتاكيد. مانويل جوزيه ما نجحش الا بالمناخ اللي الاهلي صنعه له واللي جمهور الاهلي صنعه له. كان لو تفتكروا طبعا ما كانش السوشيال ميديا ظهرت بالكثافه وبالتغول ده كله، لكن عشان رينيه فايلر ينجح ومشروعه ان شاء الله يستكمل لازم جمهور الاهلي احنا بنبين له كل اللي انتوا كنتوا بتسمعوه عن الراجل، عن خلافات، عن انطباعات، عن اراء، عن مشاكل ثبت ان هي بخ ولا اساس ليها من الصحه على الاطلاق.
جمهور الاهلي لازم أن يبقى حريص على صناعه مناخ ايجابي كويس، لازم أن يفضل داعم للفرقه باستمرار، لازم أن يبقى صبور على اللعيبه، لازم أن يبقى مساند للنادي باستمرار، انما مش باستمرار ضاغط وبيكثف لاعب بيغلط في المباراه كله ينزل تكسير. رهيب ده، مرهق جدا على اي حد انه يشعر انك باصص له كده بالزبط. يعني انت لو بتحب حد وحاطط ايدك على خدك وباصص له كده في ايه؟ لا يمكن في ايه؟ ما يجي ما يشرب ميه ليك عامل له كده؟ ما ينفعش تربص، حتى مش تربص ده، انت لا فرحان بيه متيم يا اخي يعني بقول لك حتى لو شعورك ايجابي لاقصى درجه انما البحلقه المستمره والبحلقه في التفاصيل مع كل نفس مع كل طول طول النهار تقييم 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 ايه في ايه؟ مش كده الامور، ما بتجيش كده. طيب راينا في فايلر قد يبدو مجروحا، ما نشوف راي نجوم ومدربي الانديه الاخرى في النظر الى رينيه فايلر ومشروعه في النادي الاهلي. دكتور ميمة عبد الرازق، كيف يرى هذه المقارنة بين فايلر وجوزيه؟ ارجع لك تاني ليه فايلر وجوزيه. الناس بتشبه فايلر بجوزيه وانت بتقولي جوزيه كان معاه جيل رائع جدا طبعا. هل ده معناه ان فايلر احسن من جوزيه؟ لا، فايلر دلوقتي عمل حاجة دلوقتي بيلعب بطريقة الكرة الشاملة دي من وجهة نظري. تلاحظ النادي الاهلي النهاردة في 3 دقايق في مباراة طنطا جاب 3 اهداف، كسب 5 طبعا في 3 دقايق في اصرار. النهارده نزول الكهرباء في الوقت المناسب ده بالنسبه له برضو استغل الموقف. النهارده هو طور من اداء واحد كان من احسن لاعيبه في مصر، برضو طور اداؤه اللي هو رمضان صبحي جدا. خلي بالك السنه اللي فاتت كنت انا بالنسبه لي كراجل يعني مدرب ومحلل والكلام ده، رمضان صبحي كان قليل الاول السنه اللي فاتت. صحيح السنه دي رمضان صبحي احسن لاعب كره في مصر. صحيح اتغير اداؤه وتغير فالراجل غير اداء الفرقه الى الجماعيه وليس اللعب الفردي. وما حسسش ان اي لعيب عنده دلوقتي بالنسبه له اساسي. يعني انت تلاحظ النهارده مثلا ايه علي معلول النهارده اتطور اداؤه السنه دي حتى في الماتشين الاخر. صحيح شكله كان كويس جدا جدا. صحيح. جدا صحيح. عمرو السوليه شكله النهارده بيلعب بالحته بتاعت مروان محسن، بدا يجيبه تاني. مظبوط بدا يجيب مروان تاني بالنسبه له. النهارده اجاييه في الحته اللي انت شفتها في الرقم بيلعب تحت النهارده المهاجمين برضه بيحرره. صحيح عنده الديفندر اللي جايبه الجديد دون اللي هو اليو جانج. حاجه جدا، حاجه كويسه جدا يعني طبعا. قلبين طبعا خدت بالك انت بيجري معدلات الجري بتاعته عاديه عاليه طبعا. جدا وبيعمل الروتيشن صح. يعني ده كابتن ميمي بيحلله تحليل بقى مدربين يعني اشاد برؤيته، اشاد باسلوبه، اشاد بقدرته على تجهيز الفريق والبدلاء والرولينج، اشاد كمان بفكره ان الاهلي بيلعب بالطريقه الشامله اللي هي مختلفه. واشاد واعتقد ودي اشاده متكرره بقى برؤيته انه لما اللعيب اللي بينزل بيتغير بيكون مؤثر. ان كهربا ما نزل يوم طنطا عمل مش عارف مين لما اتغير كذا، ف مؤكد ان هي عنده قماشه قدر يستفيد منها كويس. وهو مدرب واعد يعني، بس حتى لو تعثر في فتره ما لان الدنيا مش هتمشي بالشكل الوارد ده على طول. مستر مانو جوسي احيانا كان بيتعثر لكن سرعان ما شخصيه الفريق وشخصيته هو تفرض نفسها على اي حد، وده كان مهم جدا. نشوف كمان راي الكابتن حسام غويبه. بالمنطق الفني ده الاهلي بيأدي مباريات هايله، بدليل اخر مباراه كمان مين اللي بينافسه؟ كان المقاولين. المقاولين كسب المقاولين 2-0 وقبلها كان لما كان الاتحاد كسب برضه بسكور. الله ينورك. وملاعب مع طنطا كسب 5 في 10 دقائق جاب 3-4 تجوان. في شكل وفي جمله وفي اداء سريع وفي انتشار جيد وفي متعدد الهدافين. بالظبط في لعب جماعي وفي امكانيات فرديه وفي تطور لكل لاعب على حده. انا بحيي فايلر كتير. مدرب النادي الاهلي مميز. لان حتى كنت سامع في مقارنه ما بين فايلر ومانويل جوزيه. لا انا المقارنه تروح في صالح فايلر وهقول لك ليه. السنه اللي فاتت كان نفس لعيبه الاهلي صح؟ مع المدرب اللي مشي الاجنبي.
والسنه دي هم مين مع فايلر بالظبط؟ هم كانوا مع ساتي، هم مع فايلر اختلف في السرعه وفي الاداء وفي الشكل وفي المضمون وفي الانسجام وفي كل حاجه وفي وعدم مرات الفوز العلامه الكامله. بص دخل في مرمى كام هدفين فقط امام عصفور، يعني لا يعني الوضع مختلف تماما. فعشان كده بقول لك مانويل جوزيه كان معاه شويه صحراء. صح، كان معاه فريق قوي تريكا ومتعب ووائل جمعه وسيد معاه لا كانت فرقه ما شاء الله اللي هم كانوا منتخب مصر بالظبط. فالوضع هنا مختلف، فما بنظلمش الراجل الموجود ده الحاضر كان معاه شايفه لا كانوا فرقه عشان كده بقول لك لا الوضع المقارنه هتبقى في صالح فايلر. كابتن حسام غويبه حسمها ان المقارنه لصالح فايرل وقال بعض الملاحظات، لكنه حتى السحر اللي كانوا مع مانويل جوزيه اللي عملهم سحر النادي الاهلي واللي ساندهم ودعمهم وقواهم جمهور الاهلي والمناخ بتاع منظومه عمل النادي الاهلي اللي لازم كله يكون حريص عليها، لانه ما شاء الله الفرقه مليانه مواهب، مزيد من الدعم مزيد من المسانده باذن الله تعالى تشوفوا مشروع كروي كبير جدا قادم للاهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.